بعد الوفاة بكم ساعة دخلت الأوضة على لطيف، لقيتها قاعدة على سريرها وضم رجليها ومركزة نظرتها في الفراغ وما بتتكلمش. ناديت عليها طيف، ما كانتش بترد، ما كانتش بترمش حتى. كنت متوقعة منها عياط وصريخ، لكن السكون بالشكل ده ما كنتش متوقعة أبدا. فقدان حد روحنا متعلقة بيه ما بيكونش هين. كل اللي توقعت تعمله ما حصلش، حاولت أشغلها بكل الطرق بس برضو ما كانش فيه فايدة. خرجت من عندها وقلبي كان وكلني عليها. بعدها بحوالي ساعة لقيت علي بينادي بعلو صوته بيقول لي الحق يا ماما، طيف أغمى عليها. جريت ناديت على جارتي اللي تحتي، هي ممرضة، طلعت قست لها الضغط لقيته كان واطي جدا. علقت لها محلول وقالت لنا نسيبها نايمة، وفعلا ده اللي حصل. فضلت نايمة لتاني يوم، ولما لقيتها لسه مكملة نوم انتهزت الفرصة ونزلت أجيب طلبات للبيت، وسبت علي معاها علشان لو صحيت ما تتخضش. ما كملتش ساعتين ورجعت لقيتها قاعدة في البلكونة على كرسي جدتها الله يرحمها، وقدامها فنجان القهوة اللي كانت جدتها متعودة تشرب فيه قهوتها كل يوم الصبح، ومشغلة الست. اللي لخبطني إن طيف ما بتحبش القهوة، ولا عمري سمعتها بتسمع الست، زيها زي أي حد في سنها ملهمش في أغاني زمان دي. طيف كانت ملامحها تشبه جدا لملامح جدتها، كأنها هي بس على صغير. قربت منها بالراحة وأنا على وشي ابتسامة هادية وقلت لها صباح النور يا حبيبتي، عاملة إيه دلوقتي؟ اتلفتت لي في زعر وقالت لي أنت مين؟ صعقت من كلامها وقلت لها طيف حبيبتي أنت كويسة؟ لقيتها بدأت تبص على أخوها علي وتبص لي بنظرات زيغة، وبدأت تصرخ وهي بتقول انتوا مين؟ انتوا عايزين مني ايه ودخلتوا هنا ازاي؟ اسماعيل لو جه ولقاكم هيموتكم، اطلعوا بره. وبدأ صوتها يعلى ويعلى، وفي لحظة اغمى عليها تاني. اخدتها ورحت بيها المستشفى، والدكتور شخص اللي عندها على انه اضطراب ما بعد الصدمة، وقال انها هتحتاج لفترة علشان تهدى وترجع لطبيعتها مع بعض المهدئات اللي هتساعدها على كده. بعد كام يوم رعاية خرجت، والدكتور المشرف على حالتها قال لي انه بلاش تتعرض لمواقف تحطها في ضغط عصبي ولو بسيط، لانها لسه بتتعافى من الصدمة، واكد انه لو حصل اي اعراض عصبية اخدها على المستشفى على طول وما خطرش. الايام عدت وكانت بدأت ترجع لطبيعتها، او انا اللي تخيلت كده. كانت كل يوم الصبح تخرج من اوضتها تقعد على الكرسي بتاع جدتها، تشرب القهوة وتسمع الست، وبعدين تدخل ترفع شعرها بدبوس وتبدأ تتنطط في البيت وتروق فيه وتغير الديكورات. ما كانش مضايقني كده أبدا، بالعكس كنت شايفة إن دي طريقة للتنفيس عن طاقتها. فكرت إن حياتنا رجعت تمشي زي ما كانت، وخلاص بقى تخطينا اللي حصل. لحد ما في يوم وأنا راجع الشقة حسيتها مش شقتنا، أو هي الشقة بس زي ما أكون بدخلها لأول مرة وأنا عروسة. نفس رصة الكراسي اللي ما عجبتنيش، ونفس الديكور الملعبك، ونفس كل حاجة. ناديت عليها بزعيق طيف طيف، ما ردتش عليا. دورت في البيت لحد ما لقيتها واقفه تسقي الزرع في البلكونه. هزيتها فبصت لي وقالت عاوزه ايه يا ناهد؟ ناهد؟ امال عاوزاني اقول لك ايه يا ست هانه؟ شهلي يا ناهد يلا وروحي حضري الاكل، زمان جوزك جاي من الشغل، وخلي بالك وبطلي تنطيط علشان اللي في بطنك. الكلام كان بيقع عليا زي الصعقه وقتها. كانت نفس نبرة الصوت، نفس الكلام اللي دار بيني وبين جدتها وانا حامل في علي. ويومها قامت بينا خناقة كبيرة، ومن كتر ما كنت متضايقة ومش عارفة افرغ غضبي، كنت عاوزة اروح بيت بابا الله يرحمه، بس اسماعيل جوزي رفض وهداني، واتصالحنا في تاني يوم. الموضوع اتكرر يا دكتور لحد ما بقت بتعمل كل حاجة شبه جدتها تمام، وانا كنت مفكراها محاولة منها علشان ترجع ذكرى جدتها. كانت كمان بتنام في اوضتها، وبدأت تطلع لبس جدتها وهي شباب وتلبسه، اللبس اللي ما كانش ينفع يتلبس الايام دي ولا ينفع اصلا. فضلت صبر عليها لحد ما في يوم وهي قاعده على كرسي جدتها في البلكونه، لمحتها بتبص على الناحيه التانيه على البيت اللي قصادنا. كانت بتبص على بلكونه عم سعيد جارنا. استغربت قوي ولقيتني بستنكر الفعل، برغم ان البيت ده مقفول واهله سايبينه من حوالي 20 سنه، بس يمكن استنكاري ده لاني كنت بتضايق من جدتها لما كانت بتعمل كده، سواء في وجود عم سعيد أو حتى لما ساب البيت ومشي هو وحفيده. كانت بتسمع الست كتير،
وكنت بركز معاها قوي فلاقيها سرحانة. وقتها أتأكد إنه في حاجة غلط وما عادش ينفع أتجاهلها. ولما كلمتها لقيتها بتزعق فيا وبتقول لي: أنت هتعلميني أعمل إيه وما أعملش إيه يا ناهد؟ أنا حرة وأعمل اللي أنا عاوزاه، ولما جوزك يرجع أنا ليا كلام تاني معاه. كانت لسه هتتحرك من قدامي، قمت شدتها من دراعها ووقفتها قدامي وقلت لها: بت انتي دور العوجة اللي انتي سايقاه ده مش هيمشي عليا. انا قلت يا بت سيبها يوم ولا يومين شهر، لكن هو رحمة ابوك الغالي يا طيف، الدلع اللي كانت جدتك مدلعهولك ده ما هتدوقيه تاني، اتظبطي احسن ما اظبطك انا. وكنت لسه هكمل كلام فلقيتها بدأت تدوخ مني واغمى عليها بين ايديا، فاتصلت بالدكتور حولني على حضرتك. التليفون رن فقلت لها: بعد اذن حضرتك، تليفون من المستشفى. رديت: الو، ايوه سحر، حاله جديده، الوضع طارئ يعني. طب دكتور عصام فين؟ طيب يا سحر، طيب انا جاي. بصت لها قلت لها: بص يا مدام ناهد، انا دلوقتي مضطر اروح المستشفى، ده عنوان المستشفى تقدري تجيبيها وتحصليني على هناك، وهناك هنقرر اذا كانت حالتها هتتحجز ولا هتروح معاكي. طب هي عندها ايه يا دكتوره؟ في الحقيقه انا محتاجه ادرس الحاله اكتر من كده واتعامل معاها بشكل مباشر، مش مجرد وصف لتصرفاتها. انا اسفه حقيقي، مضطر امشي حالا. الست خرجت من عندي وانا اخدت شنطتي ورحت على المستشفى، مع ان المفروض دي اوقات راحتي، بس دكتور نادر كلمني وقال لي اقابل مدام ناهد ضروري، وديها كمان سحر طلبتني علشان دكتور عصام اللي مش بنلاقيه وقت ما نحتاجه، وجات حالة طارئة. كله طارئ طارئ لما تعبت الحقيقة. وصلت المستشفى قابلتني سحر وهي بتجري: الحالة حاولة الانتحار يا دكتور، كانت في مستشفى أمراض عقلية ولسه خارجة من شهر، والنهاردة جاية هنا بعد محاولة انتحار. لبست البلطو وجريت طلعت على أوضة 808 زي ما قالت سحر. دخلت الأوضة اللي بتبقى طبيعي فاضية من أي شيء ممكن المريض يأذي بيه نفسه، بصيت عليه من بعيد لقيته نايم في كل هدوء بنظرة خطفة كده لكن متفحصة شوية، ما لقيتش قطع في أي شريان ولا أثر لخنقة على الرقبة، فدورت وشي وخرجت. نزلت تحت لقيت سحر مستنياني. أنت يا سحر جايباني على ملا وشي علشان ألاقي الحالة نايمة؟ منك لله ضيعت على البريك. والله يا دكتورة جاي مبلول وبيزعق وبيتشنج ومحدش قادر يتحكم فيه، فادينا له مهدئ ونام. طيب يا سحر، الشيفت بتاعي قدامه ساعة، أنا هدخل المكتب أريح الساعة دي ومش عاوز أنفس يا سحر، لو حد مات، شوفي مات، ما تصحنيش. حاضر يا دكتورة والله خلاص. طلعت على سكن الأطباء، قلعت البلط وفتحت الدولاب، خرجت منه هدوم. دخلت الحمام غيرت وبعدها رحت على السرير واتلفيت في البطانية ورحت في النوم. الجو ليل وانا في حته مهجوره قدامي شجر كتير مرصوص بشكل افقي، جاي من ورا الشجر ده نور اصفر ضعيف. قمت قربت ببطء من الشجر وكنت بتخطاه علشان اوصل للنور. قدامي بالظبط كان في ست في العشرينات، لبسها كله اسود، واقفه قدام قبر وماسكه فانوس منور من القدام دول اللي كانوا بيشتغلوا بالنار. قربت كام خطوه فلقيتها سندت بايديها وقعدت قدام القبر وبدات تعيط، وكانت بتقول: سامحني سامحني، ما كانش قدامي حل غير كده. قربت منها ومديت ايدي علشان اطبطب عليها، الست مش موجوده، اختفت. في لحظتها اللوحه اللي على القبر بدات تتوهج ويظهر عليها اسم ما كانش واضح قوي في الاول، لكن بدات اقراه: عبد الرحمن. الاسم اللي ظهر قدامي كان عبد الرحمن. نفسي باخده بصعوبة ومش قادر أبلع ريقي. شربت بق مية وبصيت في التليفون، لقيت فاضل ربع ساعة والشيفت بتاعي يبدأ. لبست البلطو وقمت عملت فنجان قهوة وسرحت وأنا بفكر في الحلم واسم عبد الرحمن اللي كان على القبر. ما لقيتش غير إني بدأت أحس بضيق، فحاولت أنفض الحلم عن بالي بإني أفكر في حالة طيف، بنت بتقلد جدتها في كل حاجة، طريقة كلامها، لبسها، وحتى الحاجات اللي ما كانتش بتحبها دلوقتي بقت بتحبها، متوهمة انها بتصرفاتها اللي بتشبه لها بترجع وجودها تاني.
قلت في عقل بالي ألعاب المخ علشان يخفف عننا الحزن وإحساس الفقد. القهوة فارت، هو شفت باين من أوله. تليفوني رن. كريم. ايه يا حبيبي، وحشتيني. عامل ايه؟ الحمد لله انا بخير. الشفت هيبدا؟ على وشك هيبدا اهو. الانسان تعب والله. معلش، هي مهنتنا كده، بس برضو وحشتيني. طيب يا كريم، انا اسفه، مضطر اقفل، محتاجيني هنا. هو في ايه يا يمن؟ ما انا كمان محتاج لك. ولا هو انت ينفع تاخدي بالك من كله الا انا؟ انا كنت عارف ان الوضع هيبقى مختلف، وكنت عارف كويس قوي انا داخل على ايه لما اخترت، بس ما كنتش متصور ان الوضع هيوصل للدرجه دي يا يمن. احنا فاضل كام شهر يا دوب على فرحنا؟ تفتكري هينفع نعمل فرح اصلا واحنا على الحال ده؟ كريم، انا عندي شيفت هطبق فيه 24 ساعه، اكيد لو هنفتح مجال للنقاش فده مش هيكون الوقت المناسب ابدا. مش هيكون دلوقتي، ومش هيكون كمان شويه، ومش هيكون اصلا. انا عارف. سلام يا يمن. سلام. ادخل. مساء الخير يا وش الخير. مساء السعد يا وش السعد. خير مالك يا يمن؟ بس بتزقي كده ليه؟ هات اللي عندك يا مروه واخلصي، كانت ناقصاك انت كمان. بس شوفي، لو هتقولي لي داري عليا الشيفت ده ولا هتعوزي تروحي فعليا النعمه ما هو حاصل. يا يمن بقى، انا بفضل سهرانه هنا طول الليل ومضطر اتحمل سماج الدكتور عصام وزن سحر لوحدي. اتهدي بقى يا مروه واقعدي. هروح ساعتين بس يا يمن واجي. يا مروه، منك لله يا شيخ، اتنيلي روحي. كنت عارفه ان قلبك ابيض يا يمن وهتحني. بالمناسبه حاله اوضه 808 فاء، ربنا يكون في عونك. سلام. مروة، هو ازاي حاول الانتحار؟ بيقولوا كان بيرمي نفسه في البحر ومش بيقاوم الغرق، كل فترة بيعمل كده. مروة خرجت وانا الشفت بتاعي كان بدأ، فبدأت اعمل راوند على كل الاوض. فضلت اتنقل من اوضة لاوضة، وقلت لسحر تبلغ الاستقبال لو حالة طيف جت يكلموني لاني مستنياها. دخلت كل الاوض وكنت خلاص على وشك ادخل اوضة 808 لما تليفوني رن تاني، فنفخت في ضيق. الو، دكتورة يمن؟ ايوه ناهد. انا ناهد يا دكتورة. طيف بتصرخ بهستيريا وعمالة تقطع في شعرها، وجسمها كله متخربش وبيجيب دم. الحقيني. اديني العنوان بسرعة وهبعتلك اسعاف حالا. قفلت معاها وبعتلها عربية اسعاف على طول، وكنت على تواصل مع المسعف اللي فيها. كنت حاسة ان الحالة دي مش هتبقى سهلة، وواضح ان خلاص بوادرها هلت علينا. اطمنت لما كلمني المسعف وقال لي انها تحت تأثير المهدئ، وان الوضع بقى تحت السيطرة. اخدت نفس عميق وقررت ادخل الاوضة الباقية، اوضة 808. دخلت الاوضة لقيته نايم تاني. بصيت عليه دقيقة كده وانا بحاول افهم اي شيء من ملامح وشه الساكنة دي، ولما معرفتش قررت اخرج. دورت وشي وكنت لسه هتحرك لقيته بيمسك في طرف البلطو بتاعي وبيقول لي هتخرجي ليه؟ دورت وشي تاني وابتسمت وقلت له لقيتك نايم، بس لو صاحي نتعرف ببعض، انا دكتور يوم، وانت هيهمك تعرفي؟ ده لو تسمح يعني. حياتي تهمكم في ايه؟ ما تسيبوني اموت. انا باخد فلوس علشان احافظ على حياتك وحياة كل اللي هنا، فاعتقد ان حياتك تهمني، والا هاخد فلوس ازاي؟ الحياة بقت صعبة قوي. بصلي باستغراب كأنه ما كانش متوقع ردي. وفي الحقيقة أنا اتعلمت أخرج عن الإطار التقليدي بتاع خد المريض على قد عقله اللي علموها لنا، لأن في الغالب المرضى النفسيين بيكونوا أذكياء أو فاهمين لدرجة تخليني ما أقدرش أخده على قد عقله، لأن تقريبا بيكون بيفوقني ذكاء ومعرفة، وبالرغم من كده هو محتاجني بس أرشده في بعض الحاجات اللي تسهل عليه حياته وتواصله مع الناس. فإزاي تقنع حد شايف نفسه فاهم أكتر منك إنه محتاج لك، غير إنك تبهره وفي نفس الوقت ما تبقاش كاشف الورقة اللي تخليك تبان إنك معترف بإنه أذكى منك؟ ومعظم الوقت بنجح في كده. اتعصمت وهو بيقول تسمعي عن وهم كوتارد؟ وهم كوتارد؟ مفروض ان انتي دكتورة نفسية. ما تعرضتش للاسم قبل كده للأسف، بس اكيد احب اسمع منك. وهم كوتارد شخص دايما بيتوهم انه ميت، مش موجود اصلا، او حتى جسمه بيتحلل ويتلاشى. سكت شوية وبعدين كمل، حالة نادرة جدا. تفتكري لو حد عايش مع مريض نفسي بالشكل ده لفترة كبيرة، لو اتحرر من سجنه يكمل حياته ازاي؟ هتكون حياة صعبة أكيد، ده اللي متوقع أي حد يقوله، بس هي مش هتكون حياة أصلا، هو هيتلاشى تدريجيا. بمعنى؟
تقدري تتحملي كام سنة وانت بتصحي كل يوم على صوت حد بيصرخ صراخ هستيري وهو قالع هدومه وعمال يضرب على بطنه بشكل يخوف علشان متوهم ان في دود جواها وانه لازم يطلعه؟ تقدري تتحملي كام مرة تشوفي واحد بيحاول يقطع ايده او رجله علشان متخيل ان العفن ماشي فيها؟ وتقدري تتحملي كام مرة تشوفي واحد جسمه كله اثار سكاكين وامواس وغيره؟ طب سيبك من كل ده، تقدري تتحملي تعيشي في عزلة وما تتكلميش مع حد كام سنة علشان بس ما تخرجيش سر الشخص ده؟ ما اقدرش. ايوه ما تقدريش قد ايه؟ ولا يوم واحد. انا اتحملت 20 سنة والنتيجة مش مرضية لأي حد، ولا حتى ليك. انا اكتر حد مش مرضية لي. عملت ايه؟ ساعدته. ازاي؟ مش مهم. تليفوني رن فعرفت انهم وصلوا الطيف، استأذنت منه. طيب انا مضطر امشي، ما قلتليش اسمك ايه؟ الحوت 52 هرتز. تليفوني رن فعرفت انهم وصلوا الطيف، استأذنت منه. طيب انا مضطر امشي، ما قلتليش اسمك ايه؟ الحوت 52 هرتز. استغربت الاسم جدا بس ما كانش عندي وقت اسأل لان تليفوني رن تاني، فخرجت من الاوضة عنده. لقيت عامل الاستقبال بيقولي انهم طلعوا بطيف على اوضة 809، الاوضة اللي جنب اوضته. معرفش ليه حسيت احساس عدم راحة، بداية بمامتها اللي جات لي العيادة، انتهاء بوجودها هنا في المستشفى، حالتها وحالة مريض اوضة 808. الحالتين دول ليهم تأثير غريب عليا، وانا حد بيصدق حدثه جدا. ركبت الاسانسير وطلعت على اوضتها، وطول ما انا في الطريق ليها كنت بفكر. طيف اسمها فيه طاقة، بيقولوا ان كل واحد فينا له نصيب من اسمه، واسمها ليه وقع غريب كده وخفيف. تفتكري مالها؟ ازمة فقد؟ الطب النفسي مش مهنة سهلة زي ما كنت مفكرة زمان لما اخترته بلهفة. أوقات كتير بتتعامل مع أفكار غريبة، مش شخص أفكاره غريبة، لأ، بتتعامل مع أفكار نفسها غريبة، بتكون هي المتحكمة في الشخص. دخلت الأوضة فلقيت والدتها قاعدة جنبها وحاطة راسها بين إيديها. حطيت إيدي على كتفها فاتنفضت وبصت لي بعيون حمرة من كتر البكا. بصت لها وحاجات كتيرة جوايا مش عارف أحددها، بس عاوزة أطمنها وخلاص. وبعدين طبطبت على كتفها وقلت لها مش هينفع تقعدي معاها، المستشفى هنا ما بتسمحش بمرافق خصوصا في قسم الامراض النفسيه. بصي صاحبتي ساكنه قريب من هنا، ممكن تباتي عندها، بس للاسف مش هقدر اخليكي هنا في الاوضه. ما تخافيش انا اعرفها كويس جدا. من غير ما ترد عليا قامت واخدت شنطتها وكانت خارجه من الاوضه. لقيتني بقول لها ما تخافيش انا هخلي بالي منها. بصت ناحيتي وابتسمت بمراره وقالت لي متاكده من كده. بصيت على طيف، ملامحها مألوفة بالنسبة لي، مألوفة بشكل غريب، وشها متخربش بشكل قوي. قربت منها حسست على الخدوش بطرف صباعي، الدم متجلط على وشها. مديت ايدي جنب سريرها وضربت الجرس وطلبت يجوا يعالجوا الجروح دي. اتجهت ناحية الاستقبال علشان استلم الشفت. مديت ايدي في جيبي فاطمنت انها موجودة، وكملت طريقي. بس قبل ما اوصل هناك قابلت سحر وطلبت منها تعمل لي قهوة معاها لاني مصدعة جدا. قعدت على مكتبي وطلعتها من جيبي، مذكراتي. بصيت على غلافها من بره واتنهدت وفتحتها وبدأت أكتب. النظرة اللي شفتها في عين والدة الطيف النهاردة، النظرة اللي عمري ما شفتها من ماما. معرفش أنا ظلماها ولا البرد اللي بحسه في حضنها ده طالع من جوايا أنا. ليه ما بحسش ناحيتها نفس الإحساس اللي كل البنات بتحسه ناحية مامتهم؟ ليه مش بعرف أفهم كلامهم وحكاويهم؟ أنا لازم أعترف إن إحساسي ده ناحيتها محسسني بالذنب، وإني حاولت أتخلص منه، لكن هيهات. ادخل. اتفضلي القهوة يا دكتور. تسلم إيدك يا سحر. الله يسلمك يا دكتور. قالتها وتوجهت ناحية الباب علشان تخرج، وأنا مسكت القلم علشان أكمل. يا دكتور. نعم يا سحر. هو أنت يعني مش ملاحظة حاجة كده في البنت اللي لسه جاية من شوية؟ الخرابيش اللي في وشها قصدك؟ كتير من المرضى بيأذوا نفسهم يا سحر. ما اقصدش كده يا دكتوره،
أقصد يعني هي قريبتك؟ لا مش قريبتي. اشمعنى؟ يوه خلاص العتب على النظر بقى، بعد إذنك. اتفضلي يا ستي اتفضلي. اتقفلت من المذكرات فركنتها وقررت أسترخي وأنا بشرب فنجان القهوة علشان أعرف أكمل الشفت وحاول أتخلص من الصداع ده الفترة. أخدت نفس طويل وأنا بمسك فنجان القهوة بين كفوفي وبقول بصوت واضح: القهوة، القهوة طعمها فراق. الشجر المرصوص بالعرض، نفس المشهد هيتعاد تاني؟ فتحت عيني بسرعة، أنا مش عاوز أمر بالكابوس ده تاني. أنا فاكرة أول مرة شفت الكابوس ده كنا لسه طلبة في الكلية وبنجرب على بعض التنويم المغناطيسي، وأنا كنت واحدة من المتطوعات لتجربة واحد زميلنا كان شاطر جدا. وقتها لما دخلت مرحلة اللاوعي أنا شفت الحلم ده، ومن وقتها وهو بيتكرر، بس الاسم اللي ظهر على القبر ده كان أول مرة يظهر لي النهاردة. بعد فترة من التفكير نمت مكاني وما حسيتش بنفسي غير وفي حركة بره. الحركة دي كانت كفيلة تعرفني إن اليوم الجديد بدأ وإننا هنبدأ نستقبل المرضى. المفروض أنا لسه موجودة هنا لحد اليوم الرسمي بتاعي ما يخلص وبعدين أروح، بس شغل الطب النفسي بيكون قليل علشان كده مخصصين لينا مبنى صغير منفصل عن مبنى المستشفى الأم، بنستقبل فيه الحالات الخاصة بينا وبحجز للي محتاج يحجز. طلعت بره دورت على مروة فلقيتها لسه ما جاتش. هو ده اللي ساعتين يا مروة؟ طب والله لوريكي. طلعت غيرت هدومي وحضرت حاجتي اللي هحتاجها ونزلت فلقيت دكتور عصام. استأذنت اني اروح وكنت متأكدة انه هيوافق، ما انا شلت الشفت كله لوحدي. الحوت 52 هرتز. فوت الصبح كالعادة بإحساس انا قايم اعمل ايه؟ ايه في الدنيا دي يستاهل اكمل علشانه؟ وهم ليه مش بيسيبوني اتحرر من الجسم اللي كله ذكريات أليمة ده؟ طلبت منها انزل الجنينه، قالت لي انها لسه ما اخدتش اذن من الدكاتره انها تسمح لي بده. فطلبت منها سكتش رسم وقلم رصاص، قالت لي انها تسال الدكتور اذا كان ده ينفع وابتسمت لي وخرجت. انا حتى ماليش نفس اخد نفسي وقلبي تقيل جدا، كل اللي بفكر فيه ازاي اساعد نفسي. وصلت البيت وانا في قمه تعبي، طلعت على السلم علشان اوصل لاوضتي فلقيت ماما بتنادي عليا وبتقول لي: ما تتاخريش في النوم، كريم جاي النهارده علشان تنزلوا تكملوا العفش. اتصل اعتذري له يا ماما انا تعبانه. كلامي واضح يا يمن؟ سابتني ومشيت وانا طلعت اوضتي فعلا. دخلت الحمام اخدت دش سخن وبعدين طلعت نمت. بعد حوالي 5 ساعات نوم صحيت على صوت ماما وهي بتنادي فعرفت انه كريم جه. غيرت هدومي بسرعه ونزلت. سلمت على كريم من بعيد كده وسالت ماما فين الاكل؟ فبصت لي بغيظ وقالت لي انه دقايق وناكل كلنا مع بعض. فقلت لها اني هكون في الجنينه على ما الاكل يجهز. هكون في الجنينه عند فراشاتي. كريم دايما بيقول ان هوايه جمع الفراشات دي هوايه غريبه. هو مش مرتاح لها، بس انا بحبها جدا جدا اكتر من اي حاجه في حياتي. واكيد مش هعرف اعيش مع واحد مش مرتاح لاكتر حاجه بحبها في حياتي. انا اتخطبت لكريم في غفله مني. وقتها بابا قعد معايا واقنعني معرفش ازاي ان كريم اكتر حد ممكن احبه في الكون. اقنعني كمان اني بحبه واني عايشه معاه قصه حب عظيمه مليانه نظرات وكده، بس انا مش واخده بالي. ولاني ما كنتش لسه تخصصت علم نفس فما كنتش فاهمه ان دي احدى الطرق بتاعتنا علشان نخدع بيها العقل. وكان لازم افوق من الوهم ده. دخلت الجنينه وتوجهت على طول ناحيه الصندوق الازاز اللي فيه فراشاتي. صندوق كبير وواسع جواه شجرتين حجمهم متوسط. وممكن ياخد حوالي 3 أشخاص. زجاج مقوى ما بيتكسرش بسهولة ومليان ثقوب دقيقة لتمرير الأكسجين. أرضية الصندوق كانت هي أرضية الجنينة، بس كانت مليانة ورد كتير لأنه الفراشات بتتغذى على الرحيق. وفي كل الأركان أحواض مية متجددة زي نافورات صغننة كده، مع إني معرفش إذا كانت الفراشات بتشرب ولا لأ. بدأت أفحص فراشاتي واحدة واحدة علشان أشوف مين فيهم خلصت مهمتها في وضع البيض وقربت تموت، ومين لسه هتخرج من الشرنقة، مين جابت لي نوع فراشات جديد والوان جديده ومين لا. ميلينا فراشتي المفضله كانت بتموت. زعلت جدا عليها، بس في نفس الوقت كنت متحمسه جدا علشان اخد رمادها، ما انا مهتمه بيهم علشانه في النهايه. بعد ما الفراشه بتموت انا باخد اجنحتها وابدا افضيها تماما من الرماد الملون اللي عليها واستخدمه في رسم لوحاتي وتلوينها، وبعدين اغلفها كويس بغلاف بلاستيك بحيث ما تتاثرش تحت اي ظرف. هواية غريبة فعلا، هواية بتخليني أتابع كل أخبار الفراشات وأشتري أي نوع جديد يظهر.
كمان اتعلمت ازاي ازاوج فراشات من انواع مختلفة علشان انا اللي انتج انواع جديدة. سبت ميلينا تحتضر وخرجت لما سمعت صوت ماما بتنادي عليا من جوه علشان خلاص الاكل جاهز، وواضح ان مفيش مفر ابدا من الخروج مع كريم النهاردة. بعد كم ساعة لقيت الممرضة داخلة عندي وفي ايديها سكتش رسم زي ما طلبت وقلم رصاص. اخدتهم منها وشكرتها وبدأت اسألها عن حاجات موجودة هنا في المستشفى. فلقيت واحدة زميلتها داخلة وبتقول لها البنت اللي في الأوضة المجاورة دي نايمة من امبارح، انا معرفش اعمل لها ايه وما اكلتش ومش عارفة اعلق لها محلول ولا ايه. ردت عليها الممرضة اللي معايا في الأوضة وقالت لها علق لها محلول وسيبيها، مالكيش دعوة بيها، دي اوامر الدكتورة يوم. وقفوا كملوا كلام ولقيتها بتقول لها بس سبحان الله البنت دي الخالق الناطق دكتورة يوم، ده انا كنت مفكرها قريبتها. ايوه ما انا برضه لاحظت الشبه بينهم. طب يلا روحي علقي لها محلول وانا هستناكي تحت، عندنا بريك، خلينا نقعدهم طالما ما فيش حد هنا بيعمل اللي وراه غيرنا. خلصوا كلام وطلعوا، وانا كل اللي كان في بالي قبل ما اطلب السكتش اني كنت عاوز ارسم دكتورة يوم، وبكده الفرصه جات لي على طبق من ذهب. فضلت مستني لحد ما خرجوا وتاكدت انهم نزلوا السلم، وبعدين اتسحبت وخرجت من اوضتي وانا بدعي ربنا يكون باب اوضتها مفتوح. انا معرفش هي في اوضه 809 ولا 807، بس قررت ابدا الاول ب 809. اول ما دخلت لقيتها نايمه وشعرها مفرود على المخده، كانت تشبه ليومن كتير، يعني لو محدش يعرف انهم شخصين كان افتكر انهم واحد. لكن النزيله دي وشها مليان خرابيش ومتبهدل، واعتقد ده هيضيف جمال اكتر للوحه. خلصنا اكل بسلام ورحت بسرعه اجري على الحديقه علشان اشوف ميلينا ماتت ولا لسه. فلقيتها ماتت فعلا، ووقعت جوه الكيس اللي كنت حطاها تحتها وهي في حاله الثبات قبل الموت. اخدتها وطلعت وانا حزينه على اكتر فراشه انتجت لي انواع جديده، وجوايا فرحه على اللوحه اللي كان في بالي ارسمها، وشايفه ان لون ميلينا كان احلى لون هينفع للخرابيش الكتير اللي كانت ماليه وشها. يا دوب وصلت للصاله فلقيت كل العيون متجهه ناحيتي، وماما الشر بيطق من عينيها وهي بتقول لي مزعله كريم ليه يا يمن؟ انا ما زعلتوش. بابا رد عليا وقال لي كريم عاوز ياجل الفرح، وانا قلت له ان الفرح مش هيتاجل وهيتم في ميعاده، وان انت اللي طالبه كده وانك مستعده. اتمنى تكوني مستعده نفسيا فعلا، والا رد فعلي مش هيعجبك. اطلعي غيري هدومك علشان هتنزلوا تنقوا باقي العفش حالا. كنت لسه هتكلم وارد انا اتخنقت من تحكماتهم، انا مش عيله يا بابا. تليفوني رن، كان من المستشفى. ما كملتش كلامي ورديت على التليفون. ايوه سحر، ايوه سحر، في ايه؟ النزيله بتاعت اوضه 809 كانت بتخنق نزيل اوضه 808 وبتصرخ بهستيريا. النزيله بتاعت اوضه 809 كانت بتخنق نزيل اوضه 808 وبتصرخ بهستيريا. دي كانت اخر جمله سمعتها من سحر قبل ما اقفل الخط واروح اغير بسرعه لبسي علشان بابا يوصلني المستشفى. اول ما وصلت لقيت على غير العاده طاقم التمريض كله متاهب، الدكاتره كل واحد شايف شغله والمكاتب فاضيه، كاني داخله مستشفى تانيه غير اللي انا بشتغل فيها. طلعت على طول على اوضه 809، كان لازم ادخل عندها هي الاول. انا معرفش اصلا هم وصلوا لبعض ازاي، بس اخدت نفس عميق، مديت ايدي علشان افتح الباب، وصلني صوتها من جوه بتقول ادخلي. فتحت الباب ببطء ودخلت، كانت قاعدة على طرف السرير ومدياني ظهرها، كانت بتبص من الشباك. صباح الخير يا طيف. ما بصتليش، فضلت على حالها مدياني ظهرها. عرفتي ازاي اني واقفة ورا الباب؟ التركيز يا دكتور، العقل البشري هيفضل يبهرنا للنهاية. هزيت راسي وكنت لسه هتكلم قطعتني وهي بتقول اللي بيموتوا بيروحوا فين؟ نعم، الروح بتروح البرزخ بيقولوا كده، والجسد بيفنى. هو احنا لما نحب حد ونتعلق بيه بيكون حب للجسم ولا للروح؟ ردت عليها وقلت لها الحب الحقيقي بيبقى حب الروح للروح. يعني لو روح حد بتحبيه طلعت ودخلت جسم حد تاني، هتحبي الشخص التاني ده؟ السؤال كان واقعه عليا صعب. هو فعلا لو ده حصل هنفضل نحب الشخص
يعني هو أصلا لو حبيت شخص علشان روحه حلوة فهو برضو بتفضل رابط حب الروح دي بالهيئة اللي انت شفتها عليها، ولو اتغيرت هتختلف حاجة أكيد. مش محتاجة تفكر يا دكتورة، مش هنحبه. ليه خنقتي يا طيف؟ أهو هو نفس الكلام بس على الكره بقى. لو حد بتكرهيه روحه طلعت وتحطت جوا روح طيبة، هتبطلي تكرهيه؟ بقى الموضوع كده، يعني هو شبه حد بتكرهيه. هو مين ده يا دكتور اللي خنقتيه من شوية؟ سكتت. طيف بصت لي الأول مرة وبعدين ابتسمت ابتسامة صافية وقالت: بنحب الناس اللي بتشبه لحبايبنا بدون قصد. ما كانش قدامي غير اني انسحب بالراحة وانا مبتسمة. حسيته مش وقت نتناقش فيه، لازم اكسب ثقتها الاول، وواضح ان ده مش هيكون بعيد. طلعت من عندها واتجهت الغرفة 808. مشيت كام خطوة في الطرقة ولفيت الاكرة بتاعت الباب علشان ادخل، فسمعته بيقول: ادخلي يا يمن. وقفت مكاني كام ثانية بستوعب اللي قاله، لحد ما سمعت صوت رجلين جاية من ناحية الباب والباب بيتفتح. ايه، مصدومة من ازالة الالقاب صح؟ طيب اتفضلي يا دكتورة يمن. اول ما فتح الباب كنت كل اللي مركزة فيه هو وشه، وشه اللي اثر الخنق ظاهر عليه وبوضوح. اتنحنحت ودخلت الاوضة، جاب كرسي وحطه عند الشباك جنب كرسي اللي كان قاعد عليه وقال لي اتفضلي. قعدت فعلا وقعد جنبي، كان وشنا للجنينة، فاتكلمت. للدرجة دي كنت مستسلم؟ للدرجة دي رافض تعيش؟ بص لي وهو مبتسم بطريقة غريبة ومريحة في نفس الوقت وقال: ما كسبوش لما قالوا انها شبهك، لولا انك اصغر من انه يكون عندك بنت في عمرها كنت قلت انها بنتك. ملعت ريقي بصعوبة وكملت وانا بحاول اثبت. خلينا في موضوعنا، ليه رحت عندها؟ علشان تقوم بالمهمة هي بالنيابة عنك؟ تجاهل كلامي وقال: بتعرفي ازاي تفرقي بين مريض نفسي وحد سليم؟ التصرفات مهما حاولت تداريها بتبان، مفيش جريمة كاملة. قصدك لغة الجسد؟ زي مثلا بلع ريقك كل شوية وكم نقطة العرق اللي على جبينك اللي فاتحين قد ايه انتي متوترة؟ بصيت له بسرعة وعناية اتسعت لا إراديا، فلقيته بيقول وهو بيبص للجنينة: عزلة 20 سنة كفيلة تخليكي تتعلمي كل حاجة وتحاولي تشغلي وقتك بأي شيء، وإلا هتتجنني. وأنا هتوتر ليه؟ أنت اللي المفروض تجاوبيني يا دكتور، أنت متوترة ليه؟ ليه بتستسلم يا نديم؟ ناديني نديم. ليه بتستسلم يا نديم؟ محتاج أنزل الجنينة. طب ما تنزل، أبواب الدور مقفولة بشفرة، أنا مريض نفسي مش معاق ذهني. ابتسمت لا إراديا وقلت له: حلو إنك متقبل فكرة المرض ومعترف بيها، بداية كويسة في طريق العلاج، بس أنت ممنوع من الخروج، ده علشان سلامتك، لأنك هنا نتيجة محاولتك للانتحار. ومين قالك إني كنت منتحر؟ هو في مية بتقتل الحوت؟ رجعنا للحوت 52 هرتز تاني. طب ما تحكي لي حكايته. هسيبك تكتشفي لوحدك، بس انا عايز اسمع منك كمان، انا ممكن معرفش اوصل لحكايته. ساعتها هقول لك انا، بس قصاد ده هتنفذي لي طلب. طلب ايه؟ انزل الجنينه. قمت وقفت وقلت له: هبل انا اياك علشان تحاول تنتحر تاني مش كده؟ ما قلت لك ما كنتش بنتحر، فكرك يعني انا لو عايز انتحر دلوقتي ما قداميش الف طريقة؟ لا ما قدامكش. ممكن احط دماغي بين حديد الشباك ده واتحرك في اي اتجاه بسرعة واكسر رقبتي، وممكن اكسر ازاز الشباك ده واقطع بيه شريان. ها اكمل؟ بصيت له بغضب ونفس صبر واتنهدت، فقال: بس انا بفضل المية، ووقتها هبقى برجع لوطني الاصلي. تعرفي ايه اللي بيحصل وقت الغرق؟ لا ما تقولش. الغريق بيموت؟ أقصد اللي بيحصل في اللحظات اللي قبل الموت. لا معرفش، هتقولي ولا هتسيبني أبحث برضو؟ بنختار إننا ما نسمحش المية تدخل ونحبس نفسنا، بيقولوا عليه اختناق إرادي،
علشان احنا اللي بنرفض ان المية تدخل جسمنا، لان غريزة البقاء هي اللي بتتحكم فينا، وده بينتج عنه ألم رهيب في الدماغ. وعلشان نتخلص من الألم ده في النهاية، بعد محاولات كتير للوصول للسطح وفقدان الأمل بالوصول، بنسيب المية تدخل وبنموت. رديت عليه وقلت له وممكن نستحمل الألم شوية، جايز تيجي فرصة للإنقاذ. ده حقيقي، ولكن إني تحملت الألم ده وصرعته لأجل ما تيجي فرصة إنقاذ، وأنا عارف إني هطلع من هنا أعيش ألم وعذاب أضعاف أضعاف ده، يبقى تحمله ليه من الأول؟ منطقي. بص لي وهز راسه وكان بيقول أقنعتك صح؟ أمال ليه سبتها تخنقك؟ فرصة ذهبية جات لي العمل بلبلة في المستشفى وأخلي الناس تتشغل بيها، مش عادلة أبدا تعملي كل الشغل لوحدك. سكت شوية وكمل، قدامك لحد بكرة، لو معرفتيش مين هو الحوت 52 هرتز فأنا من حقي أنزل الجنينة، أبي حطي عليا حراسة. ما ردتش، فقام قعد على السرير وقال لي الموضوع مش محتاج تفكير يا دكتور. قمت من مكاني وخرجت برا الأوضة. أنا ما بتبعش معاه أي خطة علاج ولا عارف أسيطر على مجريات الكلام زي ما المفروض يحصل، دايما بيفاجئني برد غير المتوقع منه، ده ربكني. زيادة على كده إن تعلمه لغة الجسد ده حاجة مرعبة بالنسبة لي كطبيبة نفسية. أنت متخيل إن مريض المفروض إنك تفرض عليه سيطرتك، يبقى فاهم إيه اللي بيحصل جوه مخك من حركتك بس وكاشف أوراقك؟ معرفتش إيه اللي بيحصل يا منذر. في نفس اليوم وبعد ما رجعت من عند نديم دخلت البيت بالراحة وأنا قلقانة من ردة فعل بابا، علشان أنا ما نزلتش مع كريم. دخلت بشويش وعديت من قدام أوضة بابا وماما علشان أطلع أوضتي، فلقيت بابا وماما صوتهم عالي في الأوضة. مش من عاداتي إني أتصنت عليهم، بس رن في وداني صوت بابا وهو بيقول دلوقتي بقت بنتك؟ لسه جاية تفتكري ده دلوقتي؟ وقفت مكاني ما اتحركتش. بعدها بثواني لقيت بابا طالع من الأوضة وهو لسه بيزعق، فلقاني واقف على السلم. لأول مرة بابا يتلخبط في كلامه قدامي ويرتبك، وكأنه بيسأل نفسه هي هنا من إمتى. تطلعي يا يمن اجهزي، كريم هيعدي عليكي. بس أنا استغليت توتر بابا ورفضت أنزل مع كريم وطلعت على أوضتي. أسفة منذر، مضطر أمشي. طب وكلامنا يا يمن؟ يخلص في أي وقت تاني يا منذر، أنا حقيقي تعبانة. طب أنا محتاج المعلومات دي، الموضوع أخطر مما تتخيلي يا منذر. يا منذر اللي هقوله مش هيفيدك أصلا، أنا بحكي لأنك ألحيت عليا، وكمان طبيعة شغلي بتخليني ببقى محتاجة أطلع أفكار وأفضي مكان لحاجات جديدة بتدخل عقلي كل يوم، وأنت عارف إنك بتضيع وقتك معايا، كمان قعدتنا مع بعض بتشكل حمل عليا. ما هو مش معنى اني ما بحبش خطيبي اني احبك بداله مثلا. بعد اذنك. طب وهنقعد تاني امتى يا يوم؟ لما يبقى فيه جديد واحتاج احكيه وقتها انا هكلمك. كان المفروض اروح، بس انا مش عاوز ولكني مضطر علشان ما ادخلش في نقاش مع بابا تاني. وصلت البيت فلقيت عربيات إسعاف كتير، دخلت أجري على البيت، كان في حاجز من الشرطة ممنوع حد يعديه وناس واقفة بتمنعني أعدي، لكني أصريت وقعدت أصرخ فيهم وعديت منهم. ماما ماما واقعة على الأرض وسايحة في دمها. بصيت على وشوش الناس اللي حواليها وبعدين بصيت لها وحسيت برغبة شديدة في العياط. أنا ما كنتش عامل حسابي إنها ممكن تسيبني، حتى لو مشاعري كانت باردة ناحيتها، بس أنا حاسة دلوقتي إني ما كنتش عاوزاها تمشي، أنا عاوزاها ترجع. شدوني من عندها بالعافية ووقفوني في ركن بعيد وأنا لسه مش مستوعبة اللي بيحصل. فجأة الدنيا بدأت تسود من حواليا ومحسيتش بنفسي. يمن أنت صحيتي؟ سمعت الصوت ده جاي من بعيد، فتحت عيني لقيتني في اوضتي على سريري ومتعلق لي محلول. لمحت خيال اسود عدى من قدامي واستقر في ركن الاوضه جنب الشباك. مين؟ محدش رد عليا. حاولت اركز لقيتها ست لابسه اسود قاعده ضمه رجليها لصدرها ووشها متغطي. انت مين وعاوزه ايه؟ ما تزعليش على موتها، لكل حرب ضحايا. انت عاوزة ايه مني؟ اختفت من قدامي.
ماما ماما ماتت، وبابا فين من امبارح؟ دورت على تليفوني فلقيته جنبي، فتحته لقيت رسالة من منذر بيعزيني فيها وبيطلب مني اننا نتقابل في اقرب فرصة اكون فيها كويسة. رنيت عليه. البقاء لله يا يمن. ماما اتقتلت يا منذر صح؟ للأسف انا حذرتك يا يمن، انت في خطر حقيقي. بابا فين؟ باباكي على حسب شهادة الشهود جات له امبارح سفرية مستعجلة، وبنحاول نوصل له، تليفونه مقفول. الجثة اتحولت للمشرحة والقضية اتفتحت وانا المشرف عليها. خلص كل حاجة يا منذر، ما ترجعليش في حاجة. عدى 5 أيام خلصنا فيها إجراءات الدفن وبابا لسه ما ظهرش، وده زود الشكوك حواليه. منذر لمح لي أكتر من مرة إن بابا هو موضع الشك الأصلي، ولكني كنت بتجاهل كلامه وبقول له امشي في القضية ولو في جديد بلغني، ولما كان بيطلب مني نقعد نتكلم كنت برفض وبتحجج بتعبي. رجعت من بره بعد لف كتير وأنا مش عارفة أروح فين. قعدت على المكتب ومسكت النوتة بتاعتي وأنا حاسة إن في أفكار في دماغي محتاجة تتفضى، حاجات حصلت من قبل ما منذر يطلب يقابلني بيوم. يومها لما سمعت بابا بيتخانق مع ماما وطلب مني إني أنزل مع كريم، أنا ما رفضتش ولا حاجة. اللي حصل إني لبست ونزلت مع كريم فعلا، وما رفضتش زي ما قلت المنذر. كريم كان غريب، كان بيحاول يلمسني وأنا لاحظت ده أكتر من مرة وكنت ببعد عنه، لحد ما في الآخر زعقنا وشدينا مع بعض وروحني البيت. بس هناك لقيته نزل معايا، استغربته وقلت له أنت لسه ليك عين تدخل البيت؟ قال لي أنا داخل لعمي مش علشانك أكيد. واتفاجئت كمان بصوت ضحكهم عالي جدا وواصل لأوضتي. بابا كان قاعد أول امبارح مع الكائن السامج اللي أجبرني على الجواز منه ده، ودلوقتي بابا مختفي من 5 أيام ومحدش يعرف عنه حاجة، وادي ماما راحت وما تبقاش غيري أنا. أنا مش هفضل في البيت، في النهاية أنا مش متأثرة لدرجة الحبسة والموت. أنا كنت حاسة ببرود ناحيتها طول الوقت، والبرود ده لو حتى قلب موتها فيؤسفني أقول إنه مختفاش، وأقول إن إحساسي بالذنب كمان مختفاش وإنه موجود من البداية. حسيتني حاطة نفسي في دايرة جلد ذات ما بتختفيش، بل بتزيد مع الوحدة اللي فرضاها على نفسي. علشان كده أنا قررت من بكرة أرجع المستشفى. عارفة نديم؟ نديم مش مريض، نديم شبهي. أنا عارفة الحوت 52 هرتز من أول يوم اتكلم عنه، بس أنا عاوزة أسمع تفسيره عن الموضوع علشان أفهم حكايته، وكمان علشان عاوزة ينزل الجنينة، عاوزة أعرف هيعمل إيه لما ينزل. عارفة لما تلاقي حد بيطلع اللي جواك على ملامح وشه، هو بيعرف يعبر عن اللي جوايا بوضوح مع اختلاف الشخصيات البسيط. يا ترى اللي عمل فيا كده الحب برضه، ولا الأهل، ولا الاتنين؟ رفعت راسي من على النوتة لما لقيت نفس الخيال الأسود عدى من قدامي، عدى واستقر في ركن الأوضة جنب الشباك تاني. الأوضة ضلمة مفيش غير نور الأباجورة اللي بكتب عليه بس. حاولت أركز فلقيت نفس الست لابسة أسود وقاعدة ضم رجليها لصدرها وشها متغطي. صفحات المذكرات بتاعتي بدأت تتحرك قدامي، بدأت تتحرك لحد ما سبتت عند صفحة اللي مكتوب فيها اسم عبد الرحمن. كل الكلام كان ممسوح من الصفحة ما عدا كلمة عبد الرحمن، وترسم حوالين الاسم دايرة، دايرة ظهرت من العدم. الست دي لما بتظهر أنا بنام. نمت على مكتبي ومعرفش ده حصل ازاي زي كل مرة. قمت تاني يوم لقيت ان النوتة مفتوحة على نفس الصفحة، بس الكلام فيها زي ما هو. بصيت في تليفوني فلقيت انه في رسالة من منذر من الساعة 2:30 بالليل. كان مكتوب في الرسالة عنوان، ومكتوب تحتيه لو تسمحي لي نتقابل ونروح هناك، موضوع مهم صدقيني. فرديت عليه اسفة مش هينفع النهاردة. نزلت من البيت الصبح وانا في نيتي اخد شيفت زياده علشان ما ارجعش البيت. ريحه البيت بقت بتخنقني. لما وصلت المستشفى طلعت على طول على اوضه نديم. وصلت قدام الاوضه ووقفت لحظه، وبعدين فتحت الباب ودخلت دورت عليه في كل الاوضه ما لقيتهوش. وكنت لسه هخرج اسال التمريض لقيته قدامي. كان نصه الفوقاني مكشوف، يا دوب حاطط فوطه على كتفه، ماشي حافي واثر رجلين مبلوله على الارض، وشعره بينقط ميه، واقف قصادي بيبص لي ببجاحه. أول ما شفته اتحكمت في رد فعلي وقلت له بصوت حازم، مش مفروض تطلع كده،
انت ما تعرفش التعليمات؟ انا اخر اوضه في الدور، والحمام بتاعي الوحيد اللي مش متوصل بباب في الاوضه. مفيش عدل خالص في التوزيع يا دكتور. وقف قدامي وقرب مني جدا، وبدا يمشي بطرف صباعه على جبيني وخدي وهمس. هنا بالظبط كانت الخدوش. رجعت خطوة لورا وانا مش مستوعبة اللي حصل للتو. لقيته عدى من جنبي وقعد على السرير، شال الفوطة ونشف شعره بعشوائية شديدة، وبعدين قال لي: ها، عرفت ايه عن الحوت 52 هرتز؟ نفضت الافكار عن دماغي واتنحنحت وقلت: مستنياك تقول لي. فضولك جايبك اني احكي لك قصتي كاملة معاه. ارتبكت وكنت متأكدة ان ده ظهر عليا، وكنت متأكدة اكتر انه لاحظ. عاوز اشوفك عاوز ايه من الجنينة؟ الحرية. مش مصدقة ده بصراحة، حساك عاوز حاجة اكبر. كنت عندها امبارح بس كانت نايمة. هي مين دي؟ طيف، في اختلاف في الملامح، هو بسيط بس فيه. وايه علاقة ده بكلامنا؟ الحوت 52 هرتز، الكائن المصنف على انه الكائن الاكثر وحدة في العالم. حوت لوحده فريد من نوعه جدا، لدرجة ان مفيش غيره من الفصيلة دي على مستوى العالم كله. بيشبه لي. ازاي؟ هتعرفي لما انزل الجنينة. الساعة 3 هطلع لك وننزل سوا، مفيش مرة هتنزل من غيري. بصيت ناحية الباب وكنت هخرج، لما لفت انتباهي صورة مرسومة بالرصاص على سكتش رسم ومحطوطة على المكتب اللي جنب سريره. دي كانت نفس الرسمة، نفس الرسمة اللي أنا رسمتها لطيف بالظبط بنفس التخيل. لمست وشي مكان لمساته وقلت في سري: ده حتى مختار نفس الخدوش اللي أنا اخترت إني أبرزها في وشها. لما لفت انتباهي صورة مرسومة بالرصاص على سكتش رسم ومحطوطة على المكتب اللي جنب سريره. دي كانت نفس الرسمة، نفس الرسمة اللي أنا رسمتها لطيف بالظبط بنفس التخيل. لمست وشي مكان لمساته وقلت في سري: ده حتى مختار نفس الخدوش اللي أنا اخترت إني أبرزها في وشها. بصيت ناحيته بصدمة، لقيته باصص من الشباك ومش مركز معايا. فأخدت نفسي ودهشتي وخرجت من الأوضة بسرعة شديدة. نزلت جاري على مكتبي وقعدت فيه، ودقات قلبي بتزيد وتقل بسرعة. كل اللي جه في بالي وقتها إني أطمن على لوحتي. رنيت على البيت فردت عليا الدادة، فقلت لها تدخل الأوضة بتاعت الرسم بتاعتي. اترددت جدا لأنها عارفة إن الأوضة دي محظورة بالنسبة لي، وبعدين لما اتنرفزت عليها دخلت فعلا. سألتها مواصفاتها إيه، فقالت لي البنت شعرها مفرود وزي ما يكون وشها متخربش. ارتحت وقلت لها تقفل الأوضة وتخرج، وبعدين قفلت الخط. معرفش ليه هديت فجأة ولقيتني ببتسم وبقول لنفسي: غبية، فكرتيه سرقها؟ هيخرج من هنا ازاي؟ ده محتاج اذنك علشان ينزل الجنينة. بس طالما ما سرقهاش، رسم نفس رسمتي ازاي؟ سرحت شوية وبعدين هزيت راسي: بفوقي يا يمن، فوقي، ده مريض نفسي وما ينفعش تتعاطفي معاه ولا حتى يبقى في بينك وبينه ألفة او تواصل من اي نوع. وانا وسط افكاري دي الباب خبط. ادخل. انا سحر يا دكتور. تعالي يا سحر. خير يا دكتورة؟ أنا جاي أقولك إن حالة طيف اتحولت لدكتور عصام. اتحولت إيه؟ الحالة داخلة على اسمي يا سحر. أنا كنت لسه في مكتب المدير، ووالد حضرتك اللي طلب كده من المدير، قال له علشان فرحك. مين؟ بابا؟ هو فين بابا؟ قمت من على الكرسي علشان أطلع أشوفه، فقالت لي إنه مشي من شوية. قعدت مكاني تاني وقلت لها: وإشمعنى طيف؟ لا يا دكتور، ما هو كل الحالات، بس بدأوا بطيف. إجراءات نقل الحالة هتتم خلال يومين، أنا قلت أبلغك. طيب يا سحر، متشكرة جدا. في كمان حاجة، والدة الطيف حابة تقابلك من فترة وبتقول كل ما تسأل عليك يقولوا لها مشغولة. وهي فين والدة الطيف؟ عند طيف فوق. طيب لو كنت لسه موجودة لما تنزل ابعتيها لي. سحر استأذنت وخرجت، وأنا قعدت على مكتبي. طلعت تليفوني بسرعة ورنيت على منذر.
ها وافقت نروح؟ بابا كان هنا من شوية يا منذر. أنا عرفت. آه شرفنا من حوالي 3 ساعات وأدلى بأقواله. وخرجتوه؟ ما نقدرش نوجه له تهمة ولا نحجزه من غير دليل. مالك كده يا أمني؟ زي ما تكوني. زي ما أكون إيه؟ زي ما تكوني يعني كنت عاوزاني أحبسه. أنت بتقول إيه يا منذر؟ أنا بس قلقانة أنا مش مضطر أبرر لك. لو سمحت لو بقى في حاجة جديدة تعرفني بشكل ودي، ما تخلينيش أتصل. حاضر يا يمن، هنروح سوا المشوار ولا إيه؟ عنوان إيه ده اللي أنت بعتهولي؟ هتعرفي لما نروح. طب معلش نخليها يوم تاني علشان أنا مش قادر النهاردة. ما تتأخريش يا يمن، الموضوع مش مستحمل أي تأخير. قفلت معاه وانا بقاوم رغبه ملحه في اني اقوم اروح علشان اشوف بابا اللي جايب كل برود ياخد لي اجازه. الاقيها علشان فرحي ومراته مقتوله ما بقالهاش 5 ايام وهو اصلا مش عارف عنها حاجه. انا حقي احس ناحيتهم ببرود، حقي اكره حياتي بسببهم. حطيت راسي على المكتب وانا حاسه بنغزه في قلبي ونفسي طابق عليا. قد ايه انا خسرانه وفاشله، قد ايه انا تعبانه نفسيا ومرهقه. انا تعبت من المعافره في علاقتي مع كريم، تعبت من محاولة حبه، محاولة اني اكمل العلاقة اصلا معاه. ضغط بابا زمان جاب نتيجة في اني اتخطب له، وخبطة الفراق اللي كانت قبل الخطوبة على طول. الرجل الاناني اللي حبيته واللي فهمت بعد كده انه محبش غير نفسه، علشان كده كان بيحب حبي ليه مش اكتر. كل ده كان سبب في اني اتدبس في خطوبة انا لا عارفة انهيها ولا عارفة احبها، وشكلي هتدبس في جوازة فاشلة. قررت أسحب نفسي من دوامة الأفكار وأقوم أعمل قهوة. فاكرة الست العجوزة اللي كانت بتقعد على الترابيزة اللي جنب ترابيزتنا أنا وهو، وما كانتش بتطلب غير قهوة. في يوم اتأخر على ميعادنا فسألتها أنت إزاي بتشربي القهوة دي؟ دي مرة قوي. فقالت لي القهوة مرها مش مجرد طعم، مر القهوة بيشبه للفراق. علشان كده من بعد ما اتفرقنا أنا وهو أول فنجان قهوة سادة أشربه كان على ترابيزة الست دي. فوت من أفكاري دي لقيتني عملت فنجانين قهوة. خبطت بإيدي على وشي وأنا بقول ما هو أكيد مش ليه، أكيد ما كنتش بفكر فيه وأنا بعمل القهوة. أخدت نفس عميق وبعدين ناديت على حد من العمال ياخد القهوة دي وديها أوضة 808 عند نديم. طلعت بسرعة على الأوضة والعامل كان ورايا. خبطت على الباب ودخلت من غير إذن فلقيته نايم. أخدت القهوة من العامل وحطيتها على المكتب وشكرته، وبعدين سحبت كرسي وقعدت عليه جنب سريره. أخدت فنجان القهوة وبدأت أشرب فيه وأنا بصغله. يا ترى حكايتك إيه يا نديم؟ دورت وشي علشان أحط الفنجان على المكتب ورايا فلقيته مرة واحدة بيقول لي ينفع كده تصحي مريضك من النوم؟ اتخضيت جدا وده خلاني أسيب فنجان من إيدي فجأة على الصينية. فالفنجان بتاع نديم اتحرك من مكانه جامد واتدلق، نزل على دفتر مقفول على المكتب. كان سكتش الرسم بتاع نديم. نديم قام بسرعة مسك السكتش وفضل يمسح فيه وهو بيقول يا نهار اسود الرسومات. لا إراديا شديت ملاية من على السرير وشديت منه السكتش وبدأت أمسح فيه وأنا بتأسف جدا، وفتحت صفحاته علشان أتأكد إن مفيش حاجة باظت. كانت رسمتي أول رسمة، أو أقصد رسمة طيف، كان عليها نقط قهوة بسيطة. فاعتذرت جدا وأنا بقول له اتبقعت، أنا أسفة، أنا عندي أختها، أنا ممكن أجيبها لك. وبدأت أكرر وابل من الاعتذارات وأنا بلف في باقي الصفحات. كنت عمال أعتذر لحد ما وصلت عند صورة في النص كانت القهوة اتسربت لها والرسمة اتبقعت خالص، كانت واضحة بس مبقعة. بصيت لها والدموع بدأت تتجمع في عيني، وبعدين بصيت له لقيته واقف حاطط إيده ورا ظهره ومبتسم. شد مني السكتش حطه في مكان ناشف على المكتب وخدني من ايدي قعدني على السرير وقعد قصادي. انا كنت بعيط علشان عارفه كم المجهود اللي بيتبذل في لوحه واحده، انا فاهمه الشغل ده متعب ازاي. مد ايده ورفع شعري ولقيته بدا يقرب مني وانا مستسلمه كاني مسحوره بالظبط. قرب مني جدا لدرجه بقيت حاسه بسخونه نفسه في وشي. فقمت وقفت بسرعه واعتذرت عن اللي حصل للسكتش، وبصيت بصه سريعه على الرسمه اللي اتبقعت وانسحبت من الأوضة بسرعة.
في الطريق لمكتبي كان شغلني حاجة واحدة بس، رسمة العيون اللي القهوة بقعتها واللي الواضح انها كانت بداية بورتريه. العيون دي مش غريبة عليا. جريت على مكتبي وانا بحاول امنع عقلي من التفكير الكتير، وبقول لنفسي انا لازم اشرب قهوة. الفنجان اللي فوق الدلق وانا كنت اخدت رشفة واحدة بس منه. دخلت مكتبي ووقفت اعمل قهوة. الباب خبط وانا بحطها على النار فسمحت لها بالدخول. كانت والدة الطيف قعدت على الكرسي، فقلت لها قهوتك ايه؟ ما عدتش بشربها. بصيت لها باستغراب وانا بقول لها في حد يتعود على القهوة ويبطلها؟ ريحتها فراق يا بنتي. واضح ان الكل اجمع على ان القهوة ليها علاقة بالفراق ووجعه. كنت عند طيف؟ ايوة. هي حالتها كويسة؟ الحقيقة انا ما خدتش معاها اي نقاش لحد دلوقتي، وغالبا مش هخوض معاها لاني سمعت النهاردة ان حالتها هتتحول لدكتور تاني. لا يا دكتور لا، انا عاوزاها معاكي انتي. انا هتجوز. هتتجوزي؟ انا بس كنت عاوزاكي انتي تتابعيها. تعرفي يا دكتورة انك شبهها قوي. حتى حضرتك بتقولي كده؟ اصل ناس كتير قالوا كده من وقت ما جت. الشبه بينكم كبير فعلا. انا مامتها وبقولك. سكتت شوية وبعدين قالت لي ينفع اطلب منك طلب قبل ما تسيبي حالتها؟ عاوزاك تشخصيها لي، بس عاوزة اعرف هي مالها. طب حضرتك ممكن تفهميني ليه قلقانة قوي كده؟ طيف يا دكتورة بتعمل حاجات غريبة، حاجات اغرب مما كنت اتوقع. بتقول على تفاصيل وحاجات حصلت زمان مفروض محدش يعرفها غير جدتها الله يرحمها. قصة حبي أنا ووالدها الله يرحمه، تفاصيل عن حياة جدتها صعب جدا جدا تحكي لحفيدتها، وغيره كتير. متأكدة أنها ما تعرفش حاجة عن الكلام ده؟ ما تعرفش والله ما تعرف. وأنا عاوزاكي بس تبقي أنت معاها علشان. علشان إيه؟ علشان لما بتفوق بتقول إنك شبه جدتها الله يرحمها. بصيت لها بسرعة وتلقائية وأنا بفكر في كلام طيف وهي بتقول لي احنا بنحب الناس اللي تشبه لحبايبنا بدون قصد. وقلت لها بتلقائية شديدة شبه مين؟ سكتنا شوية احنا الاتنين لحد ما سمعنا صوت القهوة بتفور. واضح اني ماليش نصيب اشربها النهاردة. طفيت النار بسرعة ورحت قعدت على الكرسي. انا شبه جدتها لأي درجة؟ لدرجة كبيرة جدا، كأنك هي. حطيت ايدي على وشي وانا بفكر قد ايه ده هيصعب المهمة اكتر، وازاي اوصل لمامتها انه ده المفروض يخليني اسيب الحالة اسرع. بص يا بنتي انا عاوز التشخيص بس، علشان انا بثق فيكي انتي بس هنا، محدش هنا بيفيدني غيرك. بس حضرتك انا التشخيص بس، طمنيني عليها بالله عليكي. ما كانش قدامي غير اني اهز راسي بالموافقة، وده خلاها تنسحب في هدوء وتخرج بره مكتبي. اخدت نفس عميق، انا حاسة ان الدنيا بتضيق عليا لحد ما هتكسر دلوعي. فتحت النوتة بتاعتي وكتبت في صفحة فاضية انا تعبت. وقفت قدامها شوية وبعدين قفلت النوتة، فحسيت بحاجة صلبة جواها، زي ما يكون بوك مارك او حاجة بين الصفحات. فتحتها تاني وقعدت أفر فيها ما لقيتش حاجة. جيت أقفل لفت انتباهي رسمة غريبة، الرسمة أنا ما رسمتهاش. فتحت عليها تاني فلقيتها رسمة فراشة، فراشة غريبة جناحاتها متلونة بأحمر وأسود، وزي ما يكون ليها أربع جناحات رفيعة متوصلين ببعض من النص بخيوط رفيعة جدا. شدتني جدا فمديت إيدي علشان ألمسها بانبهار شديد. أنا عمري ما تعرضت لنوع فراشات يشبه لده قبل كده. من كتر انبهاري بيها نسيت افكر اصلا هي جت هنا ازاي ومين رسمها. عدى من قدامي طيف اسود. بصيت في ركن الاوضه مكان ما جه بس ما لقيتش حاجه. قفلت النوته بسرعه وحطيتها في جيبي وطلعت على اوضه الطيف. خبطت فردت عليا، دخلت وقفلت الباب ورايا ورحت قعدت جنبها. طيف ازيك يا يوم؟ همشيها يا طيف، مش هيزعلني انك تناديني باسم حفيدتي. حفيدتك؟ بص يا يمن علشان ما تتعبيش نفسك، طيف مش مريضة نفسية. سكتت وتعدلت على السرير في وضع النوم فسألتها
ولما هي مش مريضة نفسية أمال تبقى إيه؟ تبقى وسيلة. بمعنى؟ بمعنى أنك لما بتحبي حد قوي بتقبلي تعملي أي حاجة علشان يكون مرتاح، وهي بتعمل كل حاجة علشان تريحني. مش فاهمة برضو. غمضت عينيها وما ردتش عليا. بص يا طيف، أول خطوة في خطوات العلاج أنك تكوني عارفة ومصدقة أنك مريضة. أنا عارفة أن فراق جدتك تعبك جدا، بس أنا أسفة، أنا أسفة أني مضطرة أقولك كده في أكتر وقت أنت محتاجة حد يصدقك فيه، بس دي الحقيقة. لو عاوزة تخف يا طيف لازم تفهمي، فراق الناس اللي بنحبهم مش هين. ما أقدرش أستهين بيه وأنا حسيته قبل كده، بس أقدر أساعدك، أقدر أساعدك تتجاوزيه وتتعاملي معاه وتقدري أن كلهم مفارقين. لازم تفهمي أن الهروب من الواقع مش حل. هتفضلي هربانة في اللاوعي لحد إمتى؟ فتحت عينيها وبصت لي. دكتورة يمن، أنت هنا من إمتى؟ أنا هنا من بدري يا طيف. طيف أنا محتاجاكي تساعديني، محتاجاكي تساعديني علشان تخرجي من اللي أنت فيه ده. أنا بخير يا دكتورة، فترة وهتعدي. إحنا ما عندناش وقت يا طيف، يومين ودكتور تاني هيمسك حالتك. الدنيا كلها اتبنت في 6 أيام يا دكتورة، وكان ممكن تتبني في أقل لو أراد. مشيئة ربنا تسبق كل شيء. أيوة بس يا طيف أنت. أنا آسف يا دكتور بس محتاج أنام. ممكن أنام؟ حاضر يا طيف، هطلع حالا. طلعت من الأوضة وقفت على الباب وبصيت ناحية طيف، فلقيتها مدت إيديها وشدت سلسلة من تحت هدومها، مسكتها في إيديها ونامت. فضلت واقفة مكاني لحد ما راحت في النوم وإيديها وقعت من عند رقبتها. اتنهدت وأنا بقول أنا محتاجة أجمع عنها أي معلومات. الضوء اللي جاي من الشباك كان شديد وكان متسلط على وشها. دخلت علشان أقفل الشباك، فلفت انتباهي لمعة السلسلة اللي في رقبتها. قربت منها علشان أشوف رسمة السلسلة، فلقيت حاجة صدمتني. دي نفس رسمة الفراشة اللي في النوتة بتاعتي بنفس الألوان. قربت منها علشان أشوف رسمة السلسلة، فلقيت حاجة صدمتني. دي نفس رسمة الفراشة اللي في النوتة بتاعتي بنفس الألوان. سبتها من إيدي وأنا مفزوعة وقمت وقفت. طلعت برا الأوضة ورنيت على والد الطيف. أيوة يا مدام ناهد، تسمحي لي أزور حضرتك في البيت؟ محتاجة أتكلم معاكي في كام حاجة. الساعة كانت 2:30، فعرفت سحر إن نزيل أوضة 808 هينزل الجنينة الساعة 3، وإنه لو سأل عليا تعتذر لي منه، وأكدت عليها تعين عليه حراسة جديدة من باقي طاقم التمريض، لأن أنا مش ناقصني أتحمل المسؤولية لو حصل له حاجة. أنا يدوب قادر أتحمل نفسي الفترة دي. لميت حاجاتي واعتذرت عن الشفت الزيادة اللي كنت هاخده، وأخدت نفسي وطلعت. رحت على العنوان اللي والد الطيف اديتهولي. لما وصلت دخلت الشارع اللي قالت لي عليه. كانت كل البيوت لا تتجاوز 6 أدوار على الجانبين. مشيت خطوات وأنا بعد البيوت لحد ما وصلت للبيت الخامس. بصيت على البلكونة اللي في الثالث، كانت هي الشقة. أخدت نفس عميق وطلعت البيت. الساعة وقتها كانت داخلة على 4 العصر والشمس كانت قربت تغرب. خبطت على الباب وفتحت لي مدام ناهد ورحبت بيا جدا. طلبت منها أننا نقعد في البلكونة. حسيتها استغربت للحظة وبعدين قالت طبعا اتفضلي. وصلتني ليها واستأذنت تعمل لي قهوة. البلكونة كانت واسعة جدا، قدامها طرقة صغيرة بتفصل بين أوضتين. في الطرقة دي كان موجود جرامافون قديم لونه أسود، وتحته في درج، كان درج الاسطوانات. أخدت أول اسطوانة قابلتني، ما كانش مكتوب على الغلاف بتاعها اسم، فشغلتها. ابتسمت لما سمعتها ورجعت تاني للبلكونة. وقفت قصاد الورد اللي كان مزروع، بصيت حواليا على دورق المية علشان أسقيه، لحد ما لقيته جنب كرسي هزاز. أخدته وبدأت أروي الورد وأنا مش واخدة بالي من تصرفاتي، بس كنت مرتاحة. خلصت ورحت أحط الدورق في مكانه، فلقيت والد الطيف واقف على باب البلكونة بتبصلي، وفي إيديها فنجان القهوة. كانت بتبصلي وعلى وشها ابتسامة حلوة جدا.
أول مرة من ساعة ما شوفها ألاقيها بتبتسم. اتكسفت جدا وأنا بقول لها أسفة بس جو البيت مريح. مشيت لحد ما وصلت عند ترابيزة كانت محطوطة في جنب وحواليها كام كرسي. حطت القهوة وشاورت لي أقعد فقعدت معاها وكانت هي قصادي. اللي يشوفك يقول إنك هي يمن. معلش مين يمن؟ جد الطيف هي اللي مسمياها. اشربي قهوتك. أخدت الفنجان وبدأت أشرب وأنا بقول لها الجو حلو قوي هنا. بيكون حلو الصبح أكتر. بصيت ناحية البلكونة اللي قصادنا وبعدين قلت لها قلت لي مرة وسط كلامنا إن الشقة دي مقفولة من زمان. أيوة مقفولة من زمن بس يعني الشيش بتاع البلكونة مش مطرب. و بعد ما طيف دخلت المستشفى جه أفادني في الثلاثينات كده أو أقل. قعد هنا كام يوم ومشي. يمكن يكون حفيد عم سعيد الله أعلم. طب لو سمحت أنا عاوز أدخل أوضة طيف. سكت شوية وكملت وكمان أوضة يمن. شاورت لي بإيديها الاتنين يمين وشمال وقالت لي هتدخلي من الطرقة دي الشمال طيف واليمين يمن. حطيت الفنجان من إيدي فلقيتها قامت فتحت لي باب أوضة طيف وقالت لي خدي راحتك يا بنتي أخو طيف الصغير عند خالته ومفيش حد هنا غيري أنا وإنتي. دخلت أوضة طيف وفتحت الشباك وبدأت أدور على أي حاجة هتفيدني في إني أفهم شخصيتها. فتحت الدولاب كان فيه ناحيتين، ناحية لللبس وناحية تانية كان فيها كتب. ملقيتش حاجة في ناحية اللبس فبدأت أدور وسط الكتب فلقيت نوتة صغيرة. أخدتها وحطيتها في جيبي وطلعت دخلت أوضة يمن. الأوضة ما فيهاش حاجة تشد. قعدت ألف وأدور في كل حتة وما لقيتش حاجة برضو. كلها حاجات عادية لست كبيرة. فقعدت على السرير علشان أرتاح. أنا قدام المقابر بطبطب على ظهر ست بتعيط. وفجأة الست دي بصت لي. قمت بسرعة وأنا مفزوعة رجعت لورا. دي أنا دكتورة يوم. يا دكتورة أنا فين؟ تليفون حضرتك بيرن من بدري يا دكتور. هو أنا نمت إمتى؟ من شوية. أنا آسفة جدا. أنا آسفة بس ما تتأسفيش يا بنتي. اتفضلي تليفونك. ألو ألو. أيوة يا صحر. نعم. نهارك اسود يعني ايه هرب؟ اقفلي يا صحر انا جايه. اقفلي. قمت بسرعه دورت على شنطتي وانا بجري وبعتذر من والد الطيف فلقيتها بتنادي عليا وبتديني البوم صور وبتقول لي اتفضلي يا بنتي يمكن ده يساعد وهستنى منك زياره تانية. ابتسمت في وشها على مضض ونزلت جري على المستشفى. هي دي الحريه اللي قلت عليها يا نديم؟ وده اللي ما تقلقيش يا دكتور. يا صحر منك لله منكم لله كلكم. انا هروح في داهيه. على ما وصلت المستشفى لقيتها كلها على رجل واحدة. كل العمال عمالين يلفوا في كل الطوابق والدكاترة كلهم متوترين. طلعت جري على أوضة 808 لقيتها فاضية وفي حالة هرج وأصوات كتيرة في أوضة الطيف. دخلت هناك فلقيت طاقم التمريض بتاع الدور كله موجود ودكتور عصام والمدير. التمريض كانوا بيحاولوا يكتفوها بس وهي كل اللي عليها إنها بتشد في شعرها وبتخربش في وشها بطريقة هستيرية. أول ما دخلت ناديت عليها بصوت عالي طيف يا طيف. بصت لي فجأة وقفت مكانها وعينيها مليانة دموع وقالت لي عاوزة تسيبيني تاني؟ قربت منها وانا بقولها مش هسيبك. مين قال كده؟ شاورت لي على الدكاترة اللي واقفين وقالت لي هم. بصت لدكتور عصام والمدير نظرة لوم وبعدين قربت منها وطبطبت عليها واخدتها قعدتها على السرير وطلبت منهم شنطة الاسعافات وبدأت أنظف لها جروحها بعد ما شاورت للكل يخرجوا. بدأت أضمد لها الجروح وأنا ساكتة. أنا عارفة إن أنت مش يمن. بصت لها بصدمة. يمن موجودة أصلاً ما مشيتش. طيف اللي بيموتوا بيمشوا. وممكن يفضلوا. لو أنت فضلتي معايا هي هتمشي.
مدت ايديها تجيب حاجة من رقبتها كنت اظنها السلسلة ولكنها ما لقيتهاش. قعدت تدور في كل حتة برضو ما لقيتهاش. بدأت تعيط وتلف في كل الأوضة. السلسلة دي هدية تيتا، انا لازم الاقي السلسلة دي. بدأت ادور معاها علشان نلاقيها بس برضو ما لقيناهاش. قعدت اهديها وافهمها اني لازم هرجعها لها وان السلسلة مش مجوهرات ولا حاجة غالية علشان تتسرق مثلا، بس ده ما هدهاش وبدأت تتشنج. فناديت على التمريض واديتها حقنة مهدئة وخرجت وسبتها. خرجت من عندها فنزلت مكتب المدير على طول، خبطت ودخلت. انا عايز افهم ايه اللي بيحصل يا دكتور كمال. انا اللي المفروض اسالك يا دكتور، ايه اللي بيحصل؟ ازاي تسمحي المريض ينزل الجنينه وانت عارفه انه جاي بعد محاوله انتحار، وطبيعي في اقرب فرصه يهرب علشان يكمل اللي معرفش يكمله قبل ما يجي هنا؟ ده قله التركيز او استهتار، مش هتفرق كتير، الاتنين نتيجتهم مش كويسه. علشان كده هسحب منك حاله طيف كمان، مش بعيد كمان يكون في تحقيق و قله التركيز او استهتار. بتقولي حاجه يا دكتور يمن؟ بقول هو ده السبب بس. ايوه طبعا، امال هيكون ايه يعني؟ دكتور عصام مش عايز الحاله ولا حاجه؟ أمن على الكرسي ولف حوالين المكتب وقال: لحظة، إنك بدأت تتعدي حدودك يا دكتور. سكت اللحظات وبعدين قلت: أنا عارفة إنه كان قرار غلط وأنا مش بجادل ولا حاجة واستاهل التحقيق وجزا كمان، بس حالة طيف غير مستقرة ومش هينفع تتنقل لدكتور تاني من غير تمهيد، خصوصا دلوقتي. ممكن تديني فرصة أحاول معاها تاني؟ أنا غلطت آه، بس عملت شغل كويس أوي كتير وكاريري يشهد. حضرتك ما ينفعش تبعدني عن حالاتي بالشكل ده. أنا عارف كويس أوي شغلك ومش بنكر مجهودك، لكن مفيش وقت للمحاولات دي. نعم؟ مفيش وقت ينفع يضيع، لأنه بتساهلك مع المرضى بيبدأوا يتصرفوا بمزاجهم. ده شغلي يا دكتور كمال ودي طريقتي، وواجب عليا المحاولة، أسبوع واحد بس. أخد نفس عميق وبعدين قال لي: طيب أنا هشوف الموضوع ده وأبلغك وصلت لإيه. استأذنت وخرجت وأنا عارفة إنه هيكلم بابا يستأذن منه أسبوع، بابا اللي لحد الآن ما كلمنيش. رحت على أوضة نديم وأنا القلق عمال يحصر في قلبي. كده يا نديم، أأمنك وتخون؟ رنيت على سحر فجتلي: هو ده اللي عينتي عليه حراسة يا سحر؟ والله يا دكتور عملت اللي طلبتيه وكنت أنا بنفسي معاهم، بس والله ما أعرف اختفى إزاي. احكي لي إيه اللي حصل يا سحر من الأول. على الساعة 3 بالظبط طلعت له زي ما طلبتي علشان أنزله الجنينة، فسألني عليكي، قلت له إن حضرتك بتعتذري ومش هتقدري تنزلي معاه النهاردة. وشه اتبدل وحاله اتغير وقال لي: طيب يلا ننزل. نزلنا الجنينة، قعد يلف في حوض الورد شوية كأنه بيدور على حاجة، وبعدين قعد على الكرسي الخشب اللي جنب الجنينة وما قامش. رحت لمؤاخذة الحمام، ما انت عارفة يا دكتور السكر مبهدلني، ولما رجعت ما لقيتهوش. هلوم عليك ليه يا سحر؟ انا اللي استاهل اتجازة، روحي شوفي شغلك. هو انت ممكن تتحولي للتحقيق يا دكتورة؟ رفعت وشي ناحيتها وانا بقول لها: امشي يا سحر، الله لا يسيئك، شوفي وراكي ايه والباب في ايدك بقى وانت طالعة. سحر مشيت وقلعت الشوز بتاعتي وقمت دخلت الحمام بتاع الأوضة، غسلت وشي ولميت شعري وجيت قعدت على السرير وانا دماغي هتنفجر. تليفوني رن، كان بابا. تجاهلته أول مرة، حسيت إني مش عاوز أسمع صوته، لكنه فضل يرن. أيوة، أنت فين يا يوم؟ ما جيتيش ليه؟ أجي فين؟ البيت. البيت؟ بيت إيه؟ أنا بروح البيت، أنت اللي ما كنتش بتيجي، أنت حتى ما جيتش تاخد عزا ماما، عايز مني إيه؟ في حاجات ناقصة علشان الفرح. نزلت من على السرير ووقفت عند الشباك زعقت فيه وأنا بقول له: فرح مين؟ أنا أمي لسه ميتة، أنت ما بتحسش؟ ولو حتى كانت عايشة أنا مش هتجوز سكريم بتاعك ده، ولو مش عاجبك اتجوزه أنت. قفل السكة في وشي فرميت التليفون على المكتب. نفسي على وحسيت بصداع، متأكدة إن ضغطي رفع. حاولت أهدى وبدأت أكلم نفسي زي ما بعمل في كل مرة بحس بنوبة الفزع دي: اهدي يا يوم، مش هيقدر يغصبك عليه، الدنيا تمام، انت بخير. ما طبيعي مش لابسه دبلته تبقي مغصوبه عليه، خير ما عملتي. اتفزعت اول ما وصلني صوته، بصيت ورايا وانا مش مصدقه ان ده صوته هو. نديم؟
الحوت 52 هرتز يا يوم. كنت فين يا نديم؟ رحت مشوار. ايه اتأخرت عليكي؟ زعقت فيه مشوار ايه؟ انت بتهزر؟ انا هتحول للتحقيق بسببك، هو ده الاتفاق اللي بينا؟ انت اللي خلفتي وعدك الاول وما جيتيش. كان عندي شغل. انا كمان كان عندي شغل. لونك مخطوف قوي، اهدي. حسيت وقتها اني عايز اعيط، اعيط ومحدش يهديني، يسيبني اعيط وبس. لف ورايا وشد الدبوس اللي ماسكه بيه شعري فشعري اتفرد كده احلى. غمضت عيني وبلعت ريقي وانا بقوله نديم انت كده بتتجاوز حدودك. قرب من ودني وهو بيقولي اولا انت دلوقتي تعتبري موقوفة عن العمل، يعني انت دلوقتي مجرد ست جميلة واقفة في اوضتي مش الطبيبة المسؤولة عني. ثانيا وده الاهم، مفيش دكتورة بتقعد على سرير المريض بتاعها وبتمشي في اوضته حافية، خصوصا لو المريض ده فنان وبيهتم بالتفاصيل. التفاصيل بالنسبة لنا مغرية قوي يا دكتور. بصيت بسرعة على رجلي وبعدين مشيت من قدامه وانا بقول له مش لطيفة لعبة القط والفار دي. عاوز ارسمك. ما انت رسمت. رسمتها هي مش انتي، تصوري ليكي غير كده. وانا محبش اعرفه. جبانة بس هرسمك، انا كنت برا مخصوص علشانك، عشان رسمتك. راح ناحية الشنطة اللي كانت جنب الباب واللي اول مرة اخد بالي منها، جابها وجيني ناحيتي فرجعت لورا وانا بقول له نديم. فضل ماشي ناحيتي وانا برجع لحد ما بقاش ورايا غير الحيطه بس، فقرب مني جدا. يا نديم هطلب الامن. غمضي عينك. نديم انت بتتجاوز الحدود جدا، ما ينفعش. حط ايده على بقي وقال لي شش غمضي. بصيت له شويه وبعدين غمضت. سمعت صوت حاجه بتتفتح وبعدين بدا يمشي بصباعه على شفايفي. جسمي اتنفض منه. اوعي تفتحي. شال ايده من على وشي وبعدين اخدني من دراعي وقال لي ما تفتحيش. مشيت كام خطوه كان هو اللي موجهني وفجاه وقف وقال لي فتحي. فتحت عيني لقيتني واقفه قدام مرايه، بصيت فيها لقيت مسحوق احمر غامق على شفايفي مكان ما كان بيمشي ايده. ابتسم وقال المسحوق السري احد اكبر اسراري. مديت ايدي على شفايفي ومسحت منه شويه وبصيت له بصدمه، ده رماد جناح فراشة. مديت ايدي على شفايفي ومسحت منه شوية وبصيت له بصدمة، ده رماد جناح فراشة. كنت لسه هتكلم واسأله عن التفاصيل لكن الباب خبط، لقيته زقني وقال شش ما تتكلميش، اتخبي هناك علشان محدش يفهم حاجة غلط، البسي الشوز بتاعتك والبلطو. استغربت فعله، مين هيفهم ايه غلط؟ انا الطبيبة وانت المريض، اللي يتفهم غلط في اني في اوضة مريضي يعني. راح ناحية الباب وفتح فلقاها سحر، بصيت له بصدمة وقالت هو انت هنا؟ ده احنا قلبين عليك المستشفى، دي دكتورة يمني كانت تتحول للتحقيق بسببك. ضحك وقال لها انا ما خرجتش من الجنينة اصلا، كنت قاعد ورا الكشك طول الوقت، انتوا اللي مش شايفين شغلكم يا سحر. مدت رقبتها جوه الاوضه وهي بتقول له حاسب كده، هي دكتوره يمني مش هنا ولا ايه؟ لا محدش هنا. والله ما اعرف انا دكتوره يمني بتتعامل معاك ازاي، الله يكون في عونها. انا هنزل ادور عليها تحت. بالسلامه. تقدري تخرجي دلوقتي. بصيت له وانا في دماغي حاجه واحده، نديم شكاك. نهيت قلت له تمام انا هخرج، بس فاجئني وهو بيوقفني وبيقول لي رجعي اللي اخدتيه. وانا اخدت ايه؟ مسح الرماد اللي على شفايفي وكان لسه هيتكلم، قلت له انا مش هسالك ايه ده، مع ان عندي فضول اعرف، ومش هسالك كمان جبته منين وازاي، بس اسمح لي اسالك بتعمل بيه ايه؟ كنت هقولك النهارده لو جيت الجنينه، بس طالما خلفتي بوعدك وما جيتيش فانت مضطره تستني لحد بكره الساعه 3 علشان تعرفي اللي انت عاوزاه. قلت له طيب نتقابل بكره. نتقابل بكره يا نديم. مشيت ناحيه الباب وفتحته وكنت هخرج وبعدين رجعت وقلت له صحيح يا نديم، ما تعرفش اجيب منين فراشه حمراء؟ علامات الاستفهام بانت على وشه وكانت اول مره اربكه، مش بالسؤال بس كمان علشان عرفت ان ده رماد جناح فراشه
قفلت الباب ورايا بعد ما حسيت بانتصار وبإن أنا اللي خليته هيستنى لبكرة الساعة 3. عديت بسرعة على أوضة طيف وأنا نازلة علشان أطمن عليها. دخلت الأوضة بشويش فلقيتها نايمة بهدوء. قربت منها ومسحت على شعرها وجيت أخرج لمحت السلسلة محطوطة على المكتب جنبها. مستحيل تكون كانت هنا وإحنا بندور، أنا متأكدة. وقفت شوية بحاول أفهم وبعدين قلت يمكن حد طمع فيها وخدها، وبعدين عرف إنها ملاش قيمة تذكر فرجعها، وبعدين عرف إنها ملاش قيمة مادية، أو ممكن تكون شبطت في هدوم حد وهم بيحاولوا يهدوها. ممكن، كل شيء جايز. نزلت تحت مكتبي، يدوب دخلت لقيت سحر ورايا. سحر أنا هطلع السكن أنام، ما تتكلميش. كنت لسه أقولك إن حالة طفل مكملة معاكي أسبوع، دكتور كمال قال أبلغك. تمام يا سحر، أنا ما عنديش شفت، هطلع أنام. أيوة يا منذر. إزايك يا يوم؟ في مستجدات كتير في القضية. عرفتوا مين؟ مش باباكي، في شهود عيان شهدوا انه كان معاهم في الكام يوم بتوع الحادثه، وناس من اكتر من مكان. اخدت نفس عميق كانه حمل وانزاح، حتى لو غلطان بس ما كنتش اتمنى ابدا اني اسمع ان هو اللي قتلها. طيب في ايه جديد يا منذر؟ مش هينفع في التليفون. طيب انا محتاج اعرف ايه الجديد. نتقابل بكره ونروح مشوارنا وهحكي لك كل حاجه. تمام يا منذر، اتفقنا. يوم؟ نعم. بلاش كريم يا يوم، مش علشانك أكيد. سلام. قفلت التليفون خالص بحيث ما استقبلش أي حاجة من أي حد، وطلعت السكن. اتلفيت في بطانيتي ونمت. أنا في بيت غريب وعارفة إني بحلم. لحن بسيط وهادي جاي من أوضة بعيدة في آخر الطرقة اللي أنا فيها. مشيت بالراحة ودخلت لقيتني أنا وواحدة تشبه لي، لابسة فستان لحد الركبة لونه أبيض وفي ورد رمادي، رفع شعرها بدبوس ذهبي ورجليها حافية وبترقص على اللحن الهادي اللي كان وصلني. بصيت لها بس هي ما كانتش شايفاني. دقايق وفي راجل دخل الأوضة سند راسه على الباب وهو مربع إيده بيبصلها وبيبتسم. فضلت ترقص يمين وشمال لحد ما وصلت عنده. قرب منها بالراحة ووقتها ظهر وشه بهدوء. عبد الرحمن. قمت من النوم مش قادر اخد نفسي وانا بنادي باعلى صوتي باسم عبد الرحمن، وسمعت صوتها جاي من ركن الاوضه بتقول: الحقيقه ما بتتخباش كتير، لكل حرب ضحايا. انت مين وعاوزه مني ايه؟ انا تعبت. بدات اعيط عياط هستيري وجسمي كله بيتنفض. انا مش حمل الضغط ده كله، انا تعبت. رددت كلماتي اللي حفظتها من صغري وهديت نفسي. فتحت تليفوني علشان اشوف الساعة كام، لقيتها 6 الصبح، ولقيت رسائل كتير من كريم بيطلب مني فيها اقابله، وفيها شيء من التهديد، بس ده بعينه انا ناوي خلاص افسخ الخطوبة دي. قمت اتوضيت وصليت وغيرت هدومي وعملت فنجان قهوة شربت، وبعدين نزلت تحت اخدت فطاري ورحت على الجنينة. قلعت الشوز ونزلت لها حافية، بحبها وهي مندية ورطبة، بتوصل لي إحساس لطيف وأنا في أمس الحاجة الإحساس لطيف دلوقتي أكتر من أي وقت. لميت شوية ورد ورجعت حطيتهم في الفازة بتاعت المكتب، وجبت سكتش الرسم اللي سايباه هنا في المكتب علشان ليالي الشفت الطويلة، وأخدت القلم وقعدت أرسم. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا سحر. هاتيلي كشف الزيارة اما اقفله وامضي علشان بقالي كتير ما رجعتوش، بما ان احنا فاضيين النهارده. عيوني يا دكتوره، هو احنا بنشوفك رايقه كده كل يوم يعني؟ سحر، دكتور كمال ما قالش حاجه بخصوص التحقيق لما قال ان حاله الطيف مكمله معاه؟ لا يا دكتور ما قالش، وبعدين ما هو النزير رجع يبقى ان شاء الله ما فيش تحقيق ولا حاجه. هنشوف لسه يا سحر، هنشوف. سحر طلعت وغابت فقعدت اكمل الرسمه بتاعتي. لقيت بابا بيرن عليا فسبت القلم. ايوه. ما بترديش على كريم ليه؟ بصفته ايه؟ بصفته خطيبك. رجع له حاجته كلها. كنت متوقع منه زعيق وصوت عالي وغيره، بس بالعكس لقيت صوته هادي جدا على غير العاده وبيقول لي: مش هينفع يا يوم، مش بايدي، لازم تقابليه يا بنتي، الموضوع اكبر مني ومنك. استغربت كلامه وطريقته بس اصلا مش فارق لي كتير، فقلت له:
ما ظنش ليا دخل بده، انا عندي شغل بعد اذنك. قفلت السكة وانا بفكر في كلام منذر لما كان بيقول لي ان الموضوع كبير يا يوم. اول مرة جالي هنا المستشفى استغربت وجوده جدا، وقال لي انه موضوع حياة او موت وانه يخص عيلتي. وقتها انا فكرت انها داخلة منه بس علشان اسمح له يتكلم، لكن الواضح ان الموضوع كبير. يمكن بس عنادي قصاد منذر كان عميني وكان مخليني بس عاوز احس بالانتصار عليه ولو لدقايق مقابل كسرة النفس اللي كسرها لي زمان. لكن كل ده وتأخيري عليه في الرد واضح انه بيزود الازمة اكتر. مسكت تليفوني ورنيت على منذر وطلبت منه نتقابل، فقال لي انه هيكون عندي خلال ساعة. قررت وقتها اقعد اكمل فيها رسمتي. قعدت فعلا اكمل الرسمة لحد ما بقاش فيها غير كام حاجة بسيطة، بس انا كنت زهقت فقررت اركنها على جنب واعمل اي حاجة تانية. افتكرت البوم الصور اللي ماما الطيف كانت اديتهولي، فقررت اجيبه واتفرج عليه يمكن الاقي حاجة تفيدني بعلاقتي مع طيف. قمت جبت الالبوم وبدأت اقلب فيه. كان في صور لطيف مع جدتها بس اللي باين فيهم كلهم وش طيف بس. كمان كان في صور ليمن بس وهي لسه شباب، كانت جميلة جدا تشبه لي كتير بس على اجمل طبعا. لفيت في صورها وكان ليها اكتر من صورة وهي قاعدة في جنينة مع اطفال كتير، واضح انها كانت بتحب الاطفال. كنت لسه هكمل باقي الصور لما تليفوني رن برقم منذر، فلميت حاجتي وطلعت لقيته مستنيني برا، فركبت معاه. ازيك يا يوم؟ بخير الحمد لله. ها هنروح فين؟ هتعرفي لما نوصل. فضلنا ماشيين بالعربية حوالي ربع ساعة، بعدها سألته ايه المستجدات في القضية؟ في حد اعترف على نفسه بس انا مش مصدقه، مع انه حكالي ادق تفاصيل الجريمة بس برضه مش مصدقه. ومين الحد ده؟ عم ابراهيم البواب. مستحيل عم ابراهيم يعمل كده، عم ابراهيم راجل كبير وطيب وبقاله سنين شغال معانا، كمان صحته ما تجيبهوش انه يقدر يموتها بالطريقة دي. وغير كل ده محدش بيعترف على نفسه بكل بساطة كده، ده شغل مسلسلات ده. وتفتكر عمل كده ليه؟ هيبان، كل حاجة هتبان في وقتها. وصلنا المكان اللي المفروض رايحين له علشان الاقيه ملجأ، ملجأ ايتام اسمه الامل. انت جايبنا هنا ليه يا منذر؟ هتعرفي. نزلنا من العربية ودخلنا الدار، فلقيت كل العمال اللي جوا بيرحبوا بمنذر لحد ما وصلنا عند المديرة. رحبت بيه جدا وبعدين قعدنا شوية ولقيته بيقول لها تقدري دلوقتي تحكي بالتفصيل. والمديرة بدأت تتكلم. من ساعة ما مديرة الدار السابقة مدام هناء ما توفت وانا بيجيلي حالات مختلفة حابين يتبنوا اطفال. كنت بفرح جدا قد ايه الناس دي في قلوبها رحمة على اطفال ما عندهمش اللي يعطف عليهم. فضلت كام يوم في الدار وانا منبهرة من عدد الاطفال اللي بيتم تبنيهم، لحد ما في يوم جالي واحد عاوز يتبنى 5 اطفال، وانا كالعادة كنت برفض لاني في الطبيعي لازم بنعمل بحث صغير كده عن حالة اللي جاي يتبنى. ورفضت اكتر لما رجعت لسجلات الدار ولقيت ان الراجل ده تبنى اكتر من طفل قبل كده. الموضوع اتكرر بعدها بس مع ناس تانيين، بس وجود الراجل واستمرار وجوده والحاحه الشديد بدأت اشدد على الاجراءات لو حد هيتبنى حتى طفل واحد. الاطفال دول مسؤوليتنا. مع تكرار رفضي بدأت اتلقى مكالمات تهديد كتير، وده خلاني اعمل حاجة معرفش اذا كانت قانونية ولا لا، بس بقيت بصور كل الاشخاص اللي بيجوا علشان يتبنوا طفل من غير ما يحسوا وبحتفظ بكل الصور دي. كل ده عدى لحد ما من 5 ايام جالي راجل يبان على هيئته انه شخص محترم، جه قعد معايا وطلب مني يتبنى اكتر من طفل. رفضت فبدأ معايا مساومات على فلوس، فرفضت جدا والراجل مشي. الغريبة ان كل اللي في الملجأ لقيتهم اتغيروا من ناحيتي وبدأوا يعاملوني وحش وكأني غلطت في حقهم مثلا، لحد ما في دادة هنا فهمتني انهم كانوا بيتراضوا وان هم كده حاسين اني هرجع لهم عصر المديرة اللي كانت قبل كده مدام هناء. وكمان قالت لي ان الراجل الكبير ده ما كانش بيجي هنا الا اخر كام مرة بس، وانه ما ظهرش هنا قبل كده. قامت المديرة وقفت في الشباك اللي كان واسع جدا والواضح انها كانت بتوري منه الاطفال للاسر.
علشان يختاروا الطفل اللي حابين يتبنوه. أمنا وقفنا جنبها فقالت: أنا الأطفال دول أمانة في رقبتي. وكملت كلامها عادي مع منذر بس أنا ما كنتش سمعاهم علشان أنا زهلت من الجنينة. الجنينة دي هي اللي كانت متصورة فيها يمن مع الأطفال. حضرتك قلتيلي مدام هناء مسكت هنا قد إيه؟ مسكت هنا حوالي 3 شهور بس. طب وقبلها؟ قبلها كانت في مدام يمن على ما أعتقد، بس سابت الدار لظروف صحية. كانت قد إيه مدام يمن دي؟ استني أنا ديلك الدادة تعرفك أكتر. شوية والدادة دخلت، وأول ما بصت في وشي ابتسمت وقالت لي: فكرتيني بالغالية. مين الغالية؟ يمن. وقتها اتأكدت إن مدام يمن تبقى هي جد الطيف، مش مجرد تشابه أسماء ولا أنا بيتهيألي. هي دي نفس الجنينة اللي كانت في ألبوم الصور. فبدأت أسأل الدادة: هي سابت الدار ليه يا دادة؟ كان غصب عنها يا بنتي. يلا الله يرحمها. فضلت أحاول أجمع معلومات من الدادة ولكني ما قدرتش أوصل لحاجة، فاستأذنت أنا ومنذر وبعدين مشينا. في الطريق كنت هموت وأسأل منذر: ليه جبتنا هنا؟ فرد عليا: الراجل اللي بتحكي عنه المديرة ده يبقى والدك. جالنا بلاغ من مدام يمن قبل كام شهر عن شبكة تجار أطفال وناس بتعرض عليها مبالغ هايلة مقابل تبني أكتر من طفل تحت أكتر من اسم، بس هي كانت بترفض. لما تتبعنا أثر الناس اللي كانت بتخرج من عندها ما كناش بنوصل لحاجة، لحد ما اتشالت من شغلها وجي بدلها هناء. فضلنا مرقبين المكان برضو وحتى بعد موت ما هناء ما ماتت، لحد ما لقيت والدك بنفسه هو اللي راح آخر مرة، بالرغم أني ما لاحظتش وجوده قبل كده هناك. وده محيرني. على حسب كلامها فالعمال شافوه قبل كده وكانوا عارفين أن بعد وجوده هيقبضوا، فده ملخبطني. وضيفي على كده كمان موت والدتك الغامض. في حاجة غلط بتدور حواليك يا يوم. منذر بابا رن عليا الصبح وترجاني أقابل كريم، وكان خايف. وإيه علاقة كريم بده؟ طب وإنتي قررتي إيه؟ مش عارفة. خلينا نأجل كلامنا دلوقتي في الموضوع ده، أنا محتاج أروح المستشفى دلوقتي حالا. وصلني المستشفى وكان كل هدفي إني أوصل لطيف. عاوز أعرف أكتر عن جدتها، حياتها، موتها، كل حاجة. طلعت أوضتها بسرعة، دخلت لقيتها قاعدة على سريرها. مساء الخير يا طيف. ابتسمت لي. مساء النور يا دكتور. شفت يا طيف دخنا امبارح على السلسلة وهي كانت جنبك على المكتب؟ لا يا دكتور، ما هو كان سارقها ورجعها. هو مين ده؟ شفته امبارح وهو داخل يتسحب وحطها على المكتب وانا نايمة، بس شفته. هو مين ده؟ اللي خنقته قبل كده. نديم؟ شفته امبارح وهو داخل يتسحب وحطها على المكتب وانا نايمة، بس شفته. هو مين ده؟ اللي خنقته قبل كده. نديم؟ الحوت 52 هرتز. انت عرفتي الاسم ده منين يا طيف؟ سمعته من سحر وهي بتتكلم عنه. عارفة ايه هو الحوت 52 هرتز؟ ايه هو؟ وطت صوتها وابتسمت وهي بتقولي: ده كان حبيب يمن. يمن؟ ايوه هقولك، بس ده سر محدش يعرفه ابدا، ولا حتى ماما. موافقة. أنا معرفش اسمه الحقيقي، بس أعرف لقب الحوت 52 هرتز ده. ده بيعزف بوق حلو قوي، علشان كده قالوا عليه الاسم ده. وكمان تيتا قالت لي إنه كان عنده موهبة عظيمة قوي. كان على الباب اتفتح. كانت سحر. يلا يا طيف علشان ما عاد الدواء. طيب يا طيف نكمل بعدين. عاوزة تعرفي الباقي؟ أيوة طبعا يا طيف عايز أعرف. شاورت لي أقرب منها. في نوتة صغننة في دولابي وسط الكتب، دي بتاعت يمن. ابتسمت لها وأنا كل اللي بفكر فيه إني أنزل أقرأ النوتة دي حالا. في حاجة غلط بتحصل،
نزلت المكتب وقعدت ادور على النوتة مش لقياها، قلبت الدنيا عليها وبرضه مش لقياها. مسكت تليفوني ورنيت على مدام ناهد. الو، ازيك يا دكتورة يوم؟ الحمد لله يا مدام ناهد. معلش ممكن تبصي على السرير اللي كنت نايم عليه؟ شوفي فيه نوتة صغيرة كده. طيب ثواني ثواني. ايوه هي هنا، بس انا مش هقدر اجيبها لك النهاردة علشان عمر عنده ميعاد مع الدكتور. طيب لو تسمحي لي انا هاجي اخدها. تنوريني طبعا. تسلميلي، شكرا جدا. قفلت معاها فلقيت تليفوني بيرن. كريم. ما ردتش، رن اكتر من مره برضه ما ردتش. بعت لي رسائل تهديد صريحه. انا خايف اخرج من هنا اروح لمدام ناهد. هعمل ايه؟ رنيت على منذر. رد عليا فقلت له على رسائل التهديد اللي بتوصلني من كريم. ما تخرجيش من المستشفى يا يوم لاي سبب. ما ينفعش يا منذر، عندي مشوار ضروري النهارده. ما تبقيش عنيدة يا يوم. لازم اروح ضروري. طيب خلاص انا هاجي اوصلك. ما تتعبش روحك، انا هتصرف. قلت هوصلك انا، افهمي. خلاص خلاص هستناك. قفلت مع منذر لقيت الباب بيخبط. سحر دخلت وهي بتقول لي انا مستنياكي من الصبح يا دكتوره، دفتر الزيارات اهو علشان تقفليه. هات يا سحر. ادي والد الطيف نديم، ملوش زيارات. لا يا دكتور، كان ليه زياره واحده. كانت امتى دي؟ كانت في تاني يوم ليه هنا. امال هي فين؟ مش موجوده ليه في الدفتر؟ في صفحه الاسبوع اللي قبل ده، اخر يوم. لفيت الصفحه وانا جوايا فضول رهيب اعرف مين اللي زار نديم. لما عيني جت على الاسم كانت صعقه بالنسبه لي. اللي زار نديم تاني يوم وجوده هنا كان منذر. افتكرت يوم ما شفت منذر هنا في المستشفى وطلب مني اننا لازم نقعد نتكلم، وانا اللي كنت مفكره جايلي. سحر. نعم يا دكتور. بتدي نديم العلاج؟ علاج ايه يا دكتور؟ دكتور ايه؟ مضادات الاكتئاب يا سحر اللي كنت كاتبها له وسايباها على المكتب تاني يوم وجوده هنا. لا يا دكتوره، ما كانش في حاجه على المكتب. مفيش حاجه ايه؟ انا مش قلت لك واحنا في الاوضه عنده هسيب لك ورقه الادويه تحت على المكتب؟ ازاي مريض اكتئاب يقعد كل ده هنا من غير علاج؟ ايه جاي يتفسح؟ ما هو الحمد لله يا دكتوره ما جرالوش حاجه، ولا حاول مره واحده ياذي نفسه، ولا كانه يعني كان بيفكر في الانتحار قبل كده. ولا كأنه كان بيفكر في الانتحار قبل كده. الجملة نزلت زي الألم على وشي. الساعة كام يا سحر؟ 12:30. رنيت على منذر لقيته بيحضر نفسه وجاي. مكنتش عارف أعمل معاه إيه، بس بعد تفكير طويل قررت إني مش هسأله في حاجة. إذا كان في حد هيفيدني بمعلومات فأكيد مش هيكون منذر. منذر وصل عندي وركبنا العربية. في الطريق رنيت على والد الطيف عرفتها إن أنا على وصول، وهي رحبت بيا جدا. اصلا انا بحس حبها ليا طول الوقت. لما وصلنا قريب من البيت كنت كل ما اقول لمنذر خد يمين شمال كده كان بيتوتر، لحد ما وصلنا عند البيت وهو رفض يطلع. وقتها رنيت على والد الطيف وقلت لها تجيب الحاجه وتنزل، واعتذرت لها اني مش هقدر اطلع وكده واتحججت اني مشغوله. والد الطيف نزلت وسلمت عليا وادتني النوته، وبعدين بصت لمنذر اللي كان لسه جوه العربيه وقالت لي شكله مش غريب عليا. حضرتك متأكدة؟ استني استني، ده هو. هو مين؟ حفيد عم سعيد. وقفت شوية وانا حاسة ان الدنيا بتلف بيا. ايه نوع اللعبة دي بالظبط؟ وانا المفروض اثق في مين وما اثقش في مين؟ انا شكرت والد الطيف جدا وقلت لها ان في تحسن شديد في حال الطيف وانها تقدر تيجي تزورها بكرة. وقبل ما اركب جه في دماغي سؤال فناديت عليها. مدام ناهد. ايوه يا بنتي. هي يمن ماتت ازاي؟ ماتت فجأة. يعني ما كانتش تعبانة؟ لا يا بنتي، رجعت من بره في يوم دايخة، دخلت تنام وما صحيتش. كانت بره؟
كانت بتروح مكان كده بتحب تقعد فيه، محدش يعرفه غير طيف. شكرا يا مدام نهد على كل حاجة. ابتسمت لي وطلعت البيت. دخلت العربية وانا كل اللي بعمله اني ببتسم ابتسامة سخرية وبحيي نفسي على اني ما سألتش منذر على حاجة. انا دلوقتي متأكدة ان هو مش هيفيدني بحاجة. كنت محتاجة منها ايه بقى؟ كنت محتاجة النوتة بتاعتي. وهي كانت جات هنا ازاي؟ عادي، كنت هنا قبل كده. مش هسألك عن التفاصيل، اصلا مش من حقك. بصلي بصة غريبة كده زي ما تكون سخرية او تحدي، مش عارفة. وبعدها سكت لحد ما وصلنا. لما وصلنا المستشفى كانت الساعة 2:30، يعني فاضل على معادي مع نديم نص ساعة. في النص ساعة دي كنت بحاول اربط الاحداث ببعض بكل الطرق الممكنة. يا ترى دخل هنا ليه؟ وش معنى الحوت 52 هرتز؟ ليه اختار الاسم ده بالذات؟ علشان بس وحيد؟ رماد جناح الفراشات جابه منين؟ وبيرسم بيه من امتى؟ ولما دخل اوضه الطيف كان داخل علشان يرسمها؟ وليه اخذ السلسله؟ واخيرا ايه علاقته بمنذر؟ ده حتى البورتريه اللي لسه مخلصش دي كانت عيون. يا ربي دماغي هتنفجر. الساعه جت 3:10، كنت في الجنينه وسط حوض الزرع، وصحر طلعت تفتح لنديم باب الدور اللي هو فيه علشان ينزل. كنت قاعد على نار والشك بينهش جوايا. معقوله كان كل ده بيمثل؟ دقايق ولقيته داخل الجنينه وعلى وشه ابتسامه عريضه وفي ايده سكتش الرسم، بس انا ما كنتش طايقاه وقتها علشان ابدله الابتسام. دور عليا بعينه وجي قاعد على نفس الكرسي اللي كنت قاعد عليه. وفيتي بوعدك النهارده يعني؟ بصيت ناحيته بابتسامه بارده وقلت له الفضول بيكسر هيبتنا قوي. الفضول ده قلت لي كنت عاوزه تعرفي ايه بقى عن رماد اجنحه الفراشات؟ لا رماد اجنحه الفراشات ده نخليه لوقته، فرجني كده على السكتش ده. مديت ايدي مسكت السكتش ولفيت فيه لحد ما وصلت للبورتريه، لقيته زي ما هو متبقع بالقهوه بس واضح. حلو البورتريه اللي لسه ما كملش ده، نفس عيون صاحبه بالظبط. بص لي وعلى وشه علامات استغراب شديده وبعدين قال لي مين صاحبه؟ منذر. مش هو برضه صاحبه ولا ايه؟ اتلخبط وبان عليه الارتباك وهو بيقول لي وانت تعرفي منذر منين؟ يا شيخ بتسال واحده عن واحد ارتبطت بيه 3 سنين وتقول لها عرفتيه منين؟ غريبه دي. ارتبطت بيه؟ يعني منذر يعرفك؟ ايه ده انت ما تعرفش؟ ده عز المعرفه. السؤال بقى انت تعرف منذر منين يا مريض الاكتئاب الوهمي؟ كنت مريض اكتئاب حقيقي. واو بتعترف بسرعة، برافو، ممثل هايل كمان. يوم يا ريت ما حسش في كلامك بنبرة استهزاء. والله انا مش عارف اقولك ده استهزاء ولا خيبة امل ولا ثقة اتكسرت ولا غباء مني، علشان ما كنتش بلاحظ حاجات كتير. عاوزة تعرفي ايه وانا احكيهولك يا يوم؟ كل حاجة، عاوز اعرف كل حاجة من ساعة ما دخلت هنا، وسبب دخولك ايه، وزيارة منذر ليك، وسرقتك لسلسلة طيف. كل حاجة يا حوت، او كمان سبب اختيارك لاسم الحوت ده. واضح انك عرفتي حاجات كتير. مش بالظبط، اتفضل احكيلي. هبدألك من اول الحكاية خالص، بس عاوزك تعرفي اني مجبر على كل حاجة غلط احكيلك اني عملتها، كل ده غصب عني. أول ما قال كده سمعت زي طبل في ودني بيدق على آخره. حسيت إني في دنيا تانية خالص ومش قادر أتنفس. أنا حاسة إني حد تاني. فجأة لقيتني وسط أوضة كلها رماد جناحات فراش مليانة ألوان كتيرة جدا، والحيطان كلها ألوان مختلفة ومتداخلة بشكل يبهر. ايه ده يا عبد الرحمن؟ مخبأ السر يا فراشة. يعني مش بس بتعزف، لا وكمان بترسم وبتستخدم حاجة محدش استخدمها قبلك كمان. امال الحوت 52 هرتز ده جاي من فراغ؟ قرب مني وحضني من ورا، وهنا ادركت ان صوت الست اللي كانت بتكلمه دي خارجة مني انا.
لفيني ليه وهو بيقول الحوت 52 هرتز كائن وحيد مفيش منه اتنين، وانا مفيش مني اتنين. يا سلام، مش مصدقاني؟ لا يا سيدي مصدقك، امال وقعت في حبك من شوية؟ غمض عينيكي. ليه؟ تعالي بس. مسك ايدي وطلع بيا برا الأوضة دي وقال لي فتحي. كنا على النيل، قدامنا خضرة وورد ومنظر يهبل، وكان محطوط في جنب لوحة ليا مرسومة ومتلونة باللونين الأحمر والأسود، وكانت قمة في الروعة. وطلع من جيبه سلسلة. لا دي مش أي سلسلة، دي السلسلة إياها. لبسها لي وقال لي ده مفتاح دولاب الرماد، الدولاب ده فيه رماد جناحات أندر أنواع الفراش، أنا اللي كنت بربيهم. مفيش من المفتاح ده غير نسختين، نسخة في سلسلتك ونسخة في ميداليتي. وش معنى الأحمر والأسود؟ فرشتين، واحدة حمراء وواحدة سودة، زواجهم طلع لي فراشة غاية في الجمال وما طلع ليش شبهها تاني أبدا، وعلشان كده حنطتها. بس دي مش شبه السلسلة قوي، دي شبه ميلينا، ميلينا فرشتي المفضلة. سمعت صوت جاي من بعيد. يوم 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 ميلينا، ميلينا دي فرشتي أنا ومحدش عنده شبهها غيري. ميلينا يوم، نفوق يا يوم. فتحت عيني ببطء وأنا بقول أنا فين؟ ما تخافيش أنت بخير. أنت هنا من إمتى وأنا إيه اللي جابني هنا؟ أنت بقالك 7 ساعات في غيبوبة يا يوم. ما تخافيش انت بخير. انت هنا من امتى وانا ايه اللي جابني هنا؟ انت بقالك 7 ساعات في غيبوبة يا يوم. بصيت في الاوضة لقيتها قطي. لو سمحت يا نديم سيبني وتفضل، انا معرفش انت مين سمح لك تدخل هنا اصلا. اهدي يا يوم، من اللخبطة محدش خد باله من وجودي. انا محتاجة ابقى لوحدي يا نديم. طيب زي ما تحب يا يوم. نديم؟ نعم. لسه محتاجة أفهم. أنا في أوضتي يا يوم. هزيت راسي فخرج من غير كلام تاني، وأنا بصيت ناحيتها فقامت وقفت وجات ناحيتي. أنت مين؟ أنا يمن، قلت بصوت واطي. جد الطيف؟ هزت راسها في هدوء فقلت لها أنت اللي طول الوقت كنت بشوفها في أحلامي. مشيت ايديها على وشي وقالت نفس عينيه، نفس عينيه بالظبط يا يمن. هو مين؟ اقري المذكرات اللي معاكي، محدش قراها قبلك حتى طيف. انا اللي قلت لها تقولك تقريها. انا الاحلام بتتعبني. قامت من على السرير وهي بتقولي هانت هانت يا طيف، بس افتكري إن الكل حرب ضحايا. اختفت في لمح البصر، اختفت، ما كانتش موجودة. قمت من مكاني دورت عليها ما لقيتهاش. رميت دماغي على المخدة وأنا باخد نفسي، وبعدين قمت جبت تليفوني. رنيت على سحر ووصفت لها النوتة، قلت لها تجيبها من درج المكتب وتجيلي، وفعلا خلال دقايق عملت كده. أول ما جابت لي النوتة طلبت منها قهوة فقالت إنه ما ينفعش. بصت لها وأنا بقول لها علشان خاطر يا سحر. ابتسمت وقالت ولو إني خايفة عليكي بس خاطرك غالي. راحت تعمل لي القهوة وأنا فتحت النوت وبدأت أقرأ. مش من عاداتي إني أكتب، ومش من عاداتي إني أدون أي حاجة بتحصل لي، بس ده حدث مهم وكان لازم يتسجل علشان أكيد هيتحكي بعدين. أنا لأول مرة قلبي بيدق لحد، لأول مرة بحب، مش أول مرة أشوفه، شفته كتير قبل كده وهو جاي مع أخويا أو مستني أخويا ينزله علشان يروحوا الجامعة، وكنت كل مرة بشوفه بقع فيه أكتر. لكن النهاردة، النهاردة هو قال لي إنه بيحبني. عبد الرحمن. دي كانت أول صفحة.
بعدها وفي تاريخ أبعد من تاريخ كتابة الصفحة دي بمراحل، لقيتها كاتبة عن موت أخوها وإن محدش وقف جنبها. كتبت عن موت والدها ووالدتها من سنين، وإن ما كانش ليها غير أخوها ودي راح. بعد الصفحات بدأت تكتب أحداث عن وقفة عبد الرحمن جنبها، قد إيه جدع وشهم ونبيل ومش بيعمل كده غير علشان ذكرى اللي راح أخوها يعني. ما كانتش بتفوت يوم من غير كتابة الفترة دي. كتبت عن مقابلاتهم المتتالية واعترافه ليها بالحب، أول مسكة إيد وأول حضن بينهم، وبعد كام صفحة كان في تطور للعلاقة بينه وبينها. وفي صفحة جديدة كتبت جملة كان ليها وقع عليا: رماد أجنحة الفراشات. دخلت سحر بالقهوة وهي بتقول لي: أسفة يا دكتور إني اتأخرت عليكي. ولا يهمك يا سحر، حطيها هنا. فاضي أقول لك حاجة شفتها يا دكتور؟ مش وقت يا سحر دلوقتي. حاجة بخصوص التحقيق. قولي. دكتور عصام كان عند المدير بيكلمه عن إحالتك للتحقيق. وبعدين المدير قال له إن حالتك مش متحملة أصلا، وقال له إنه مش هيحيلك للتحقيق علشان كده كده نديم رجع. ها كملي. دكتور عصام عاوز حالة نديم، قال له إن عاوزها هتنفعه في حاجة كده دراسة باين. قال كده للمدير وطلب منه يتحجج بحالتك الصحية ويديله حالة نديم. والمدير وافق؟ لا رفض، بس دكتور عصام باين من طريقته إنه مش هيسكت. خلاص يا سحر ماشي، أنا دقايق وهطلع أشرف على الأوض. بس أنت تعبانة يا دكتور. علشان ما نسيبش لحد فرصة يا سحر، أنا بقيت تمام ما تقلقيش. اللي تشوفيه يا دكتور بعد إذنك. رجعت تاني بصيت في النوت وبدأت أقرأ: رماد أجنحة الفراشات. كانت أول مرة أحضر حفلة لعبد الرحمن. سمعت أصحابه بيقولوا له يا حوت. سألته ليه حوت؟ قال لي علشان عزفي للبوق مميز جدا، فبيشبهوني بالحوت 52 هرتز. لما خلصنا الحفلة وبعد ما انبهرت بيه أكتر ما أنا منبهرة، أخدني من إيدي وسط كل الناس ومشينا. هربنا من زحمة الناس لمكانه السري. أوضة على النيل مليانة رسومات عظيمة ومتلونة برماد جناحات فراش ومتغطية بطبقة شمعية علشان تثبت. كان في حوض فراشات حية ودولاب فيه مخزون هايل من الرماد. مفتاح الدولاب ده في رقبتي دلوقتي. هنا وقفت. افتكرت الحلم، السلسلة اللي في رقبتها، كلمة طيف وهي بتقولي دي هدية يمن. نديم سرق السلسلة. واضح ان في جانب تاني للحكاية دي. قفلت النوت ولبست البلطو وطلعت على أوضة نديم. الساعة وقتها كانت 9:30 بالليل. خبطت ودخلت لقيت نديم لابس بنطلون بس، نص اللي فوق مكشوف وواقف قصاد الشباك. تاني يا نديم؟ أنا دلوقتي مش نديم المريض النفسي، مفيش داعي للتظاهر. وإيه التظاهر في إنك تلبس هدومك؟ مش فاهمة يعني. أنا معظم الوقت كنت كده، فللأسف متعود. فهمني يا نديم، بس أكيد بعد ما تلبس حاجة يعني. حاضر هفهمك. نديم قام ولبس تيشيرت وجي قعد على كرسي قصادي، وأنا قعدت على السرير وبدأ يحكي لي. أنا وعيت على الدنيا وأنا عايش مع جدي. جدي كان راجل كبير، من حكاوي عرفت إن كان عنده ولدين وربنا افتكرهم، أبويا وعمي، وعلشان كده جدي كان قلبه حنين عليا قوي أكتر من أي حد. وأنا عندي 10 سنين أو تقريبا 12 سنة كان جدي بدأ يظهر عليه علامات تعب ومرض، وبعد ما كان بيقعد في بلكونة البيت طول اليوم ما بقاش يخرجها. الورد اللي كان زرعه مات، والبيت اللي كان دايما بتسمع فيه صوت الست وريحة الأكل الحلو دبل وما بقاش فيه روح. لحد ما في يوم قرر إننا نعزل، قال إن ده أحسن لصحته. ما كنتش أقدر أتكلم، بس تنفيذا لأوامر جدي نقلنا فعلا لسكن جديد في منطقة تانية خالص بعيد عن الحي اللي كنا ساكنين فيه. سافرنا المسافات طويلة. المكان اللي رحناه قديم، ما فيهوش سكان كتير، والشقق قديمة لدرجة إن العمارة اللي كنا ساكنين فيها ما كانش فيها غير ساكن واحد كمان غيرنا. ما حدش له علاقة بحد ولا بيكلم حد، كل واحد في حاله. ما كانتش محتاجة ذكاء علشان أفهم إن جدي بيعمل كده علشان تعبه اللي أنا معرفش عنه حاجة. ما كانش بيخرج أبدا من الشقة غير علشان يروح مشوار واحد بس، مكان كان يخص عمي. كنت أوقات كتيرة بدخل على جدي المطبخ وهو ماسك السكينة وبيقطع حتت من صوابعه أو من جسمه. بصحى على صوت صريخه وهو بيخبط على بطنه معتقد إن الدود بياكل فيها.
كان بيعمل حاجات بشعة لحد ما اكتشفت بعد كام سنة انه بيعاني من وهم كوتارد. الوهم ده بيعتقد المريض فيه انه مش موجود او ان اعضاء من جسمه بتتحلل وبيحاول يتخلص من اعضائه دي. اتحبست في الشقة بعد فترة خوفا من جدي اني افشي سره وما كنتش بخرج لأي سبب، وبعد فترة هو نفسه ما بقاش بيخرج. في يوم لقيت ناس بيخبطوا على باب الشقة وداخلين بدولاب كبير بأمر من جدي. دخلوا أوضة كانت دايما مقفولة وجدي قفل عليه واداهم حسابهم. سألت جدي أكتر من مرة إيه ده، بس ما كانش بيرد عليا، ما كانش بيقول غير إن ده يخص عمي عبد الرحمن الله يرحمه ومليش أعرف الدولاب ده فيه إيه. كان بياخد مهدئات كتير ومنومات علشان يقدر يكمل حياته من غير ما ينهيها، وعلشان كده ما كانش بيبقى واعي لكلامي معظم الوقت. بعد فترة من الإلحاح علشان أعرف إيه اللي في الأوضة دي، قررت إني أستغل نومه وأستكشف بنفسي الأوضة دي فيها إيه. هنا قطعت نديم، كان فيها إيه؟ لما دخلت الأوضة لقيت الدولاب مقفول بقفل غريب، قفل على شكل فراشة؟ عرفت إزاي؟ كمل يا نديم. قفل على شكل فراشة. أخدت نفسي وقعدت أدور على حاجة تنفع تفتحه بس ما لقيتش، فقررت إني أراقب جدي لحد ما أعرف فين المفتاح ده. وفعلا بعد فترة كبيرة لمحت المفتاح ده في ميدالية مفاتيح تانية، بس زي ما كنت ده مش مكانه أو كان بيتلبس في الإيد مثلا. استنيته ينام وأخدت المفتاح ده ودخلت. دخلت وأنا كل حماس علشان أشوف اللي جدي مخبيه عني. أول ما فتحت الدولاب حسيت بخيبة أمل كبيرة واستغراب في نفس الوقت. برطمانات ألوان، ده اللي كان جدي مخبيه. المهم أوي في برطمانات ألوان علشان يخبيها عليا. قعدت أدور على حاجات فلقيت سكتش رسم ونوتة صغيرة. لفيت في السكتش شوية وبعدين قفلته وأخدت النوتة وطلعت. دخلت أوضتي بعد ما حطيت المفتاح مكانه وبدأت أقرأ. كان مكتوب بره بخط عريض الحوت 52 هرتز. فتحت النوتة وأنا كل فضول، لقيت جواها مكونات البوق وخطوات العزف عليه وإزاي تطلع نغمات نادرة، خلاصة خبرة الكاتب. بعدها بكام صفحة لقيت شرح مفصل لاستخدام رماد أجنحة الفراشات في تلوين الرسم، فأدركت إن اللي جوه ده رماد. فضلت أتبع خطوات الرسم سنين لحد ما أتقنته. كنت بدخل أجيب وألون الرسومات وأخبي من جدي علشان ما يعرفش. كنت بقرأ وبذاكر مع نفسي وبحاول أفهم علشان ما أطلعش جاهل وعشان قاعد مفيش حاجة بعملها، بس كان شغفي الأكبر بالرسم. بحثت عن الحوت 52 هرتز فلقيته كائن وحيد من نوعه وترددات صوته مميزة جدا، فقررت أطلقه على نفسي. محدش غيري بيلون بماء جناحات فراشة. ابتسمت ابتسامة بسيطة كده وقلت له لا، في غيرك، والموهبة دي عندهم طبيعية مش مكتسبة ولا مقلدينها. مين غيري؟ كمل بس وهقولك. بعد فترة من الزمن جدي اكتشف أمر وجود النوتة دي معايا وشاف لوحاتي. كنت متوقع يفرح بيها أو يكافئني، لكني اتفاجئت برفضه. لا ومش بس كده، ده كمان منعني من الرسم بحجة إن ده اللي ضيع ابنه عبد الرحمن. اترجيته كتير وكان كل مرة بيرفض. من كتر الفضا والفراغ اللي حسيت بيه بعدها، ومن كتر التعرض للضغط النفسي بتاع جدي، جالي اكتئاب. الكلام ده بعد سنين من الحبسة والمنع من الناس، وكمان بقيت شكاك بسبب شك جدي الكتير، وبقت فكرة الانتحار دي جوه دماغي على طول. جدي الأمر اتطور معاه وبقى يتخيل نفسه بيتحلل تحلل كلي. لا ومش بس كده، كان بيصرح لي عن رغبته في إنه عاوزني أموت معاه. كان بيقول علشان ما يسيبنيش في الدنيا لوحدي، وبالرغم من كده كان بيمنعني من أذية نفسي أوقات كتير، ويرجع هو اللي يحاول يأذيني بعدها. شفتي القدر؟ فضلنا على الحال ده فترات كتير لحد ما في يوم جدي نادى عليا وقال لي اقعد يا ابني، هحكي لك اللي انت ما تعرفوش عن حياتي وحياة ابوك وعمك، وبعد كده وعدني تريحني. وقال بأهلي اكتر من 10 سنين في الوجع ده، ريحني وحياتي عندك يا نديم تريحني. يعني ايه تريحه يا نديم؟ بكل بساطة كان بيطلب مني اني اقتله. يعني ايه تريحه يا نديم؟ بكل بساطة كان بيطلب مني اني اقتله. ابتسم هو بيقول لي قصة جدي سعيد دي اغرب قصة ممكن تسمعيها في حياتك. جدك اسمه ايه؟ سعيد؟ ايوة. لحظة واحدة. قام يشرب وانا سكت والافكار بتدور في عقلي. يعني سعيد ده جد نديم ولا جد منذر؟ مين فيهم الحفيد؟ لا ثواني، نديم قال ان هم نقلوا من البيت وهو عنده 10 سنين،
وناهد قالت نقلوا من هنا من 20 سنة. ده معناه ان لو تفكيري صح فنديم هو اللي كان جارهم زمان مش منذر. تليفوني رن فبصيت فيه لقيت منذر بيتصل. جيت ارد التليفون فصل شحن. يا دي النيلة، ما ردتيش ليه؟ التليفون فصل. سابني وراح ناحية الدولاب من غير كلام، ولقيته راجع بيمد ايده بتليفون. انت ازاي دخلت بيه هنا؟ انت ممنوع من استخدام اي وسيلة اتصالات. هو اللي جالي، منذر جابه. التليفون رن في ايده بصلي وقال ده منذر. غريبة، كان لسه بيرن علي حالا لما تليفوني فصل. سكت شوية بفكر وبعدين قلت له رد شوفه عايز ايه. رد على منذر وبعدين لقيته قفل معاه من غير كلام ومسك ايدي وهو بيقول لازم نتحرك من هنا في اسرع وقت. نتحرك نروح فين؟ ده جزء من خطتكم صح؟ الجماعة اياها بعت الراجل علشان يقتلك. منذر بيقول انه شاكك ان ده نفس القاتل المأجور اللي موت مامتك. يقتلني؟ انت اهبل، ولما سيمونذر عارف الكلام ده ما قبضش عليه ليه؟ محتاج اذن نيابة وغيره، على ما يجيبه هيكون خلص عليكي. هو هينزل المستشفى خلال ساعات على انه مريض، لازم نتحرك حالا. انا مش هروح في مكان، انا ما بقتش بثق فيك، كمان ازاي هينزل هنا وهو مش تعبان؟ هي سايبة؟ الباب خبط وسحر دخلت. في حالة جديدة في الاستقبال يا دكتورة. راجل ولا ست يا سحر؟ الراجل يا دكتور. بصيت لنديم وبعدين قلت لها طيب روح يا سحر انا جاي وراكي. سحر خرجت وانا بصيت لنديم هنروح فين؟ امشي ورايا وخلاص، ثقي فيا شوية. نديم مسك ايديا وخرجنا من الدور عادي، وبعدين لقيته طالع من ناحية السطوح. فضلت ماشي وراه لحد ما لقينا سلم داخل للمستشفى من ورا، واللي المفروض بيوصل على الناحية التانية من المستشفى، الناحية اللي احنا بنقعد فيها، بس علشان نوصله لازم ننزل من على سلم حديد الأول. نزلنا واحدة واحدة من على السلم الحديد لحد ما وصلنا، ونزلنا من على السلم التاني اللي ورا الأوض بتاعتنا لحد ما لقينا نفسنا في الجنينة. أول ما وصلنا الجنينة لقيته راح ناحية الكشك الخشب وجاب سلم صغير. كان ورا الكشك، سنده على السور وطلع وبعدين أنا طلعت وراه. نزل من الناحية التانية وساعدني إني أنزل، ومسك إيدي تاني وبدأنا نجري. رن على منذر قال له إننا خرجنا من المستشفى بأمان وإنه مضطر يقفل تليفونه، وقال لمنذر هنتقابل بكرة في مكاننا. فضلنا ماشيين لحد ما طلعنا على الطريق. وقفنا تاكسي ولقيت نديم بيقول له كورنيش النيل لو سمحت. هي دي الطريقة اللي أنت استخدمتها علشان تطلع تجيب الرماد؟ هز راسه وهو بيقول لي أيوة هي، مداخل ومخارج المستشفى مدروسة من قبل ما أدخلها. بعد مجموعة اتجاهات اللي نديم اداها للسواق بتاع التاكسي لقيتني نازلة قدام بيت بسيط جدا. أول ما نديم فتح باب البيت ودخلنا لقيتني في طرقة طويلة جدا آخرها أوضة. أنا شفت الأوضة دي فين قبل كده؟ مكان عمي عبد الرحمن السري. تعالي ورايا. مشيت وراه وأنا بحاول أفتكر أنا جيت هنا إمتى. دخلنا الأوضة بصيت على يميني لقيته بيقول لي هنا كان دولاب الرماد، والحوض ده كان بتاع الفراشات الحية. على حسب كلام عمي في مذكراته اللي جدي اداها لي قبل ما يموت فهنا تحديدا، وقام فاتح البلكونة. هنا تحديدا كانت صورة يمن حبيبة عمي عبد الرحمن، ودي بقى مد ايده على الحيطة وشد قماشة بيضة من على صورة وهو بيقول دي بقى تبقى صورة عمي عبد الرحمن الله يرحمه، بس مفيش عندي صور ليمن. نديم أنا جيت هنا قبل كده يا نديم، جيت هنا في أحلامي. طلعت أجري على الباب وأنا بشاور بإيدي كأني برسم كل حاجة في مكانها زي ما شفتها في الحلم، وأنا بقول له هنا كان عبد الرحمن واقف، كان واقف بيبص على يمن، وهنا في نص الأوضة كانت يمن بترقص على لحن هادي، وقرب منها وإيه؟ كمل لي باقي الحكاية يا نديم. هاتي الأول تليفونك يشحن بس شيلي منه الخط علشان محدش يعرف يوصل لنا. حطه في الشاحن الأول على ما يفتح وبعدين ابقى شيل الخط. هز راسه بالموافقة وبعدين أخد مني التليفون وخرج. قعدت ألف في الأوضة وأنا بتفحص تفاصيلها اللي شبه الحلم بالظبط. مشيت ناحية الصورة بتاعت عبد الرحمن ووقفت قصادها شوية وأنا بقول وأنت إيه حكايتك أنت كمان؟ بتنطلي في كل أحلامي ليه يا عبد الرحمن؟ مسحت وشي من الإرهاق ورحت قعدت على السرير قصاد الصورة. بصيت من بعيد كان في حاجة على الأرض،
لون أحمر. قربت منه ولمسته، ده دم، دم متجلط وكتير بس مش باين من وسط الألوان. نديم، نديم، جالي صوته من برا الأوضة وهو بيقول لي يمن بصي في دم هنا وهنا كمان يا نديم وهنا كمان. التليفون رن فطلعت أجري عليه، كانت سحر. ألو، أيوة يا سحر، أنت فين يا دكتورة؟ طيف منفعلة جدا يا دكتورة وعاوزة تشوف حضرتك، أنا خايفة تنتكس تاني. لو أنت جنبها اديها التليفون يا سحر. سحر كانت جنبها فعلا، فدتها التليفون. أيوة يا طيف، تيتا يا طيف كانت، تيتا كانت عندي وقالت لي إنها هتمشي قريب. المكان اللي تيتا بتروحه محدش يعرفه، هو بيت صغير على الكورنيش مليان ألوان، كان يخص حبيبها عبد الرحمن، هي قالت لي أقول لك كده. تيتا كانت تعبانة يا طيف صح؟ هقول لك بس سر، تيتا قبل ما تموت بيوم كانت بتكح دم. الدم اللي على الأرض ده دم يوم. أنا لازم أكمل المذكرات قراية. جريت على البلط وطلعت النوت من جيبي وقعدت على السرير وبدأت أقرأ. حسيت بنديم وهو بيقعد جنبي على السرير وبيبص معايا في النوت، ومحبتش أمنعه. مشاركتنا لبعض هي اللي هتربط الخيوط. بعد كام صفحة من ذكر الرماد لأول مرة بدأت تكتب بصيغة الماضي، كأنها كانت بتكتبه بعد مرور زمن. كنا بنتردد على البيت اللي على النيل كل فترة، كان خاص بعبد الرحمن بس ومحدش غيره. علمني ازاي استخدم الرماد في التلوين، وازاي ارسم رسومات بسيطة والونها بكل سهولة. علمني كل حاجة. بعد فترة كبيرة معاه وبعد ما كنت بأمنه على روحي حتى، اكتشفت اني حامل. كنت خايفة جدا على اللي في بطني، والاول مرة احس بقلق من ردة فعله، بس قررت اني اصرحه واقوله اني حامل. طار من الفرحة في الاول، وكان بيقول اننا لازم نعلن جواز رسمي علشان البيبي يتنسب له، لكن بعد فترة قال انه مش هينفع، مش هينفع نتجوز. سمعت صوت نديم جاي من جنبي بيقول لي أكيد جدي منعه. جبتي مذكرات يمن منين؟ يمن دي تبقى جد الطيف، وهي اللي بشوفها في أحلامي. احكي لي. نكمل قراية المذكرات والأحداث اللي ناقصة هكملها لك أنا. قرينا جزء مش هين من المذكرات، كشف لي مجموعة حقائق وأسرار كتير. بعد ما عبد الرحمن قرر يتجوز يمن، والده رفض، رفض قاطع، وهدده إنه ممكن يقتل يمن لو هو فكر يعمل كده. عبد الرحمن خاف بس مع ذلك كان بيحاول انه يطمن يمن ويقول لها انه جنبها. يمن فضلت في البيت اللي على الكورنيش التسع شهور بتوع حملها لحد ما ولدت وجابت بنت. بعد ما ولدت بكام شهر عبد الرحمن عمل حادثة ومات من غير ما يعلن جوازه منها. دلوقتي بنتها بقت بنت حرام ومفيش قدامها حل ابدا. وصيت عبد الرحمن ليها وهو في المستشفى بين الحياة والموت كانت انها ما تتخلصش من البنت، بس هتعيش ازاي في وجود بنت ناتجة عن علاقة غير شرعية؟ حتى ابوها اللي كان في امل انه يكتبها باسمه مات. يمن تعبت جدا في حياتها وما كانش قدامها غير انها تتخلص من البنت دي وتحطها في ملجأ وتبدأ حياتها من جديد. اتجوزت راجل كبير عندهم في المنطقة بعد ما ذاع خبر انها كانت متجوزة قبل كده، واتطلقت علشان جوزها ما كانش بيخلف. وافقت بالراجل الكبير ده بشرط انه ياخد لها شقة في نفس الحي اللي ساكن فيه سعيد والد عبد الرحمن، علشان تحرق قلبه زي ما حرمها من كل شيء حلو. عاشت قصاده بتتشفى فيه كل يوم الصبح وهي بتروي الزرع في البلكونة وبتسمع الست. بعد فترة قررت تتطوع للشغل في الملجأ اللي كانت حاطة فيه بنتها علشان تاخد بالها منها كمان. ربنا رزقها بولد بعد سنين من الجواز. بعدها بفترة جوزها توفى وهي كملت حياتها عادي. كانت بتكتب انها بتروح البيت اللي جمعها هي وعبد الرحمن كتير، وتقعد ترسم وتستخدم الرماد. وكانت بتقول انه حتى بعد ما سعيد نقل من المنطقة فهو كان بيعرف بوجودها في البيت وكان بيتضايق جدا من كده. بعد كل الحكاوي دي جيت اقفل النوت فلقيت بوك مارك صغيرة موجودة من الصفحات الفاضية. فتحتها فلقيت، اكتشفت ان العصابة اللي كانت بتحاول تاخد مني الاطفال من فترة هم مجموعة اطباء نفسيين بيشتغلوا لحساب جماعات تكفيرية ومؤسسات نصب وأعمال غير مشروعة. بياخدوا الأطفال يعملوا لهم غسيل مخ ويبيعوهم للجماعات دي جاهزين فكريا ومتقبلين كل الأفكار بملايين الفلوس، والجماعات دي تستلم على الجاهز. اللي مخوفني قوي إني عرفت إن أحد أفراد مجموعة الأطباء دول
هو الشخص اللي اتبنى بنتي من سنتين. انا بحتضر من فترة، هم عرفوا مكان البيت اللي على الكورنيش وهم بيراقبوني، وحطولي مواد سامة في الرماد، خلطوها مع الرماد ودخلت الرئتين دمرتهم. انا حاسة بكل حاجة، ولما بدأت اكح دم كشفت والدكاترة اكدت لي انه ضمور في الرئتين نتيجة استنشاق مواد سامة، وان الطب مش هيعرف يعمل لي حاجة. انا لما اموت اتمنى الاقي حد يوصل الرسالة دي. راس الحية هو مدير مستشفى الامل للامراض النفسية. مدير مستشفى الامل؟ وهو المدير طيف، لو عرف ان طيف حفيدتها هيقتلها. جريت على تليفوني، رنيت على مدام ناهد. الو، ايوه يا مدام ناهد. ايوه يا دكتورة. تلبسي حالا وتروحي على المستشفى تاخدي طيف، وشوفوا مكان تاني غير البيت تقعدوا فيه. خير يا دكتورة؟ في ايه؟ اسمعي كلامي، مفيش وقت، اتحججي باي حاجة وخرجيها من هناك. حاضر. يمن، كنت عاوز اقولك على حاجة. حاجة ايه؟ انا لما جيت لك المستشفى اول مرة ما كانش فيه دكتور بعتني ولا حاجة، انا جايالك بالاسم. قفلت الخط او الخط فصل قبل ما اسالها عن اي حاجه. اخدت نفس عميق وانا مش مستوعبه اللي بيحصل، وبعدين قلت لنديم: المكان هنا معروف يا نديم، احنا لازم نتحرك من هنا وما تلمسش اي رماد لان كله مسمم. انا عندي مكان امن اكتر، شقتنا انا وجدي اللي كنا عايشين فيها، بس مش عارف اذا كنت هقدر استحمل ادخل هناك تاني ولا لا. وايه هيمنعك؟ جدي هيمنعني. أنا عندي مكان آمن أكتر، شقتنا أنا وجدي اللي كنا عايشين فيها، بس مش عارف إذا كنت هقدر استحمل أدخل هناك تاني ولا لأ. وإيه هيمنعك؟ جدي هيمنعني. جدك؟ إزاي يعني؟ أنا مش عاوز أفتكر تاني مشهد انتحاره اللي بسببه اتحكم عليا بخمستاشر سنة سجن. اتسجنت؟ اتسجنت بسبب انتحار جدك؟ مش وقت أسئلة، لازم نتحرك. طب ممكن نروح مشوار في الأول؟ ما أخدناش وقت طويل قوي في الطريق، نص ساعة وكنا قدام بيتهم القديم. المبنى قديم وغريب، سلالم ضخمة وأبواب ضخمة، مفيش شبابيك، كلها مشربيات. المكان أثري أكتر منه تجمع سكني. ما كانش في حد في الشارع نظرا للوقت المتأخر، فطلعنا على الشقة على طول. في الحيطة اللي جنب الباب كان في زي صندوق مقفول وغطاه بنفس لون الدهان بتاع الحيط. مد ايده فتحه ولقى جواه المفتاح. فتح الشقة ودخل. دخلت وراه. الشقة كلها ضلمة. وجاي يفتح النور ما تفتحش. يظهر اللمبة محروقة يا نديم. باين كده. اتحرك من مكانه، ناديت عليه وانا مرعوبة من الضلمة. انت رايح فين؟ هشوف اي لمبة شغالة في الشقة وانورها، ما تخافيش. لا مش خايفة، مرعوبة بس. مشي من جنبي وانا حاسة ببرد رغم ان المكان مقفول وريحة الرطوبة ملياه. ده خوف مش برد، انا عارفة جبني، عارفاني كويس. بعد شوية دوشة ونديم بيدور على لمبة، في لمبة نورت. جريت على نورها لحد ما وصلت للأوضة اللي هو فيها. بص لي وابتسم، فابتسمت انا كمان وتنفست بصوت عالي. للدرجة دي بتخافي من الضلمة؟ هزيت راسي وانا بقوله ايوه. بدأت الف في الأوضة، لفت انتباهي الدولاب اللي متلطخ من بره بالرماد، وواضح جدا انه كان محطوط عليه طبقة شمعية تحفظه. قربت منه، جه ورايا ولقيته بيقول: الدولاب ده، ده دولاب عمك بتاع الرماد مش كده؟ ايوه، اللي علشانه اخدت سلسلة طيف، لأنها مفتاحه يا نديم، انا عارفة. ابتسم وهز راسه: بالظبط يا يوم. قعدت على الكرسي اللي جنب السرير وشاورت له يقعد على السرير وقلت له: شوف يا نديم، اذا كنت شايف انك تستحق لقب الحوت 52 هرتز علشان انت الوحيد اللي بعد عمك الله يرحمه بتتميز بموهبه التلوين برماد الفراشات، فحب اقول لك من دلوقتي انك ما تستحقش اللقب ده. انا خبيره برماد الفراشات اكتر منك يا نديم، خبيره فيه بالفطره، اتولدت لقيتني بحب الفراشات ومغرمه بيهم.
واقدر اقول لك كل لون من دول جه نتيجه تزاوج انهي نوع من الفراشات، والفراشه اخدت وقت قد ايه على ما الوانها نضجت. اقدر اقول لك ازاي تفرغ الرماد من على الجناح بعد الموت، ودي حاجه ما اظنكش هتعرف تعملها. كان بيسمعني وهو ساكت، ضحكت وقلت له بالفطره بقول لك مع شويه ابحاث كده. اخد نفس طويل وقال طول عمري بحس اني فايتني وناقصني كتير، قضيت عمري هنا في القرايه وتحصيل علمي يعوضني عن المدارس اللي ما رحتهاش، جمعت علوم كتير جدا بس للاسف ما كونتش خبرات في الحياه لاني مش فاكر اني خلطت ناس اصلا، ودي كانت ازمتي واحساسي ان دايما في حاجه ناقصاني. جدي حكالي عن حياته مع عمي عبد الرحمن ورفضه للطفل حتى بعد موت عمي، حكالي عن حياته كلها ومكان عمي عبد الرحمن اللي على النيل، حكالي عن ظروف موت ابويا الله يرحمه، حكالي كل حاجه. اتنهد وسكت، كان لسه مركز نظره في الدولاب. انا عارفه انه دلوقتي مش شايف غير ذكرياته في البيت ده. سرحت فيه اللحظات وانا جوايا حاجات كتير متلخبطه، مش عارفه احدد ايه هي الحاجات دي اصلا، ليه بحس تجاهه بلخبطه كده. فقت على صوته وهو بيقول وبعدين طلب مني اني اقتله، كان عايز يرتاح. الانسان ضعيف، مهما كان قوي بيفضل ضعيف وحلمه بس انه يعيش مرتاح. فضل كل يوم يتحايل عليا وكنت برفض بشده، ما هو اقتله ازاي، ده جدي، انا عشت عمري كله ما اعرفش غيره. اصريت على رفضي وكنت بمنعه يعمل اي حاجه لنفسه، انا حتى حاولت اخفف عنه لكن هيهات. نزلت دمعه من عيونه، مسحها بسرعه وكمل. دخلت عليه الاوضه في يوم لقيت سكينه مغروزه في بطنه والدم في كل مكان ومش بينطق، فقربت منه وشديت السكينه من بطنه ورميتها على الارض. معرفش عملت كده ازاي بس كنت عايز احضنه لاخر مره، وبكيت بكيت كتير. انا عارف ان ده كان هيحصل في يوم، عارف ان في يوم هصحى لاقيه راح، بس ما كنتش عايز اشوفه كده. نزلت الشارع لاول مره من وقت طويل عشان استنجد باي حد، وانا ايديا وهدومي كلهم دم، فاتصلوا بالبوليس. البواب لما شافني اتفزع وكلم البوليس، وانا كل اللي انا عملته اني قعدت مكاني في مدخل العماره ما اتحركتش. جت الشرطه وطلعوا الشقه وبعدها نزلوا خدوني وطلعنا على القسم. قلت لهم كتير ان هو اللي انتحر وانه كان مريض نفسي وان انا كنت بحاول اساعده بس لما شلت السكينه يعني، لكن محدش صدقني. ولان مفيش شهود وكل الادله متوجهه ليا ثبتت انها جريمه قتل واتسجنت. تفتكر يا نديم انها ممكن تكون جريمة قتل فعلا؟ في الاول كنت مصدق انها انتحار، بس دلوقتي مش عارف، يمكن. دخلت السجن ظلم، ما تحملتش الحياة فيه، انا ما كنتش بعرف اتعامل مع الجيران اللي هم الناس العادية جدا، ما بالك بقى الناس جايين في جرائم قتل. اكتئبت في اول كام يوم وبعدها بشوية تحولت لمستشفى نفسية خاصة بالمساجين، تحت حراسة شديدة طبعا. اللي حصل بقى ان بعد 3 سنين طبيب جدي المعالج اتحول لنفس المستشفى علشان يشتغل فيها، والمحامي طلب استئناف من المحكمة واتقبل واتفتحت القضية تاني، والطبيب أدلى بشهادته إن الأعراض النفسية اللي عانى منها جدي لفترة طويلة هي السبب في موته، وإن دي بشكل كبير مش جريمة قتل ده انتحار، وبهدلة المكان وكل ده كان نتيجة تدهور حالته بسبب هلوسه اللي كانت ملازمة ليه معظم الوقت. جالي حكم براءة بعدها بس أنا ما خرجتش، سألت المحامي وما كانش عارف ليه تصاريح الخروج واقفة، وما كانتش أي حاجة واضحة لحد ما منذر بيه شرفني في يوم وعرض عليا أفضل في السجن ده كمان 3 سنين أقضي عقوبة بدل حد من الناس الواصلة يعني. ما كنتش فاهم أي حاجة ولقيت إني محتاج فلوس بعد ما أخرج، فقررت أوافق. وافقت واتحبست 6 سنين بدل 3. جالي منذر من فترة وقال لي إنه هيخرجني مقابل إن أنا أنفذ له شوية حاجات، وإن رفضت فأنا هفضل في السجن باقي عمري. كنت مصدومة، صوت عالي وأنا بقول له بتقول إيه أنت؟ أنا عارفة إنه زبالة بس مش للدرجة دي. كان منذر. نديم رد عليه وبعدين قفل معاه. كان عاوز إيه يا نديم؟ عاوز يعرف مكاننا. أنا قلقان عليكي. قلقان عليا من إيه؟ من الناس دول عموما، خصوصا إن باباكي متورط معاهم.
اللي كان منذر عاوزه منك؟ كان شاكك انك من الناس دي وعاوزني اراقبك. وش معنى انت؟ عشان كنت في مستشفى نفسية في السجن وكنت متشخص باكتئاب، كان عايز حد يحبكها. صح. الوقت عدى ونديم عمال يحكي لي على كل اللي فاتني، لحد ما لقينا باب الشقة بيخبط بعد حوالي نص ساعة. وكان منذر. نديم فتح ومنذر تخطاه ودخل على الأوضة اللي أنا فيها على طول. جاب كرسي وحطه قصادي، ونديم فضل واقف على باب الأوضة. لأول مرة أحس بضعف نديم قصاد حد. منذر اتكلم. عارفة يا أم، ذكرياتنا سهل التلاعب بيها. بصيت له بصة معناها إني مش فاهمة فكمل. عارفة المؤسسة اللي باباكي من أكبر قوادها بتشتغل إزاي؟ في 3 ساعات بس يا يوم، 3 ساعات يقدروا يقنعوك إنك ارتكبت جريمة كاملة. 70% من اللي بتجرى عليهم التجربة بيدوا تفاصيل لأحداث الجريمة، تفاصيل كأنهم عملوها فعلا. مش فاهمة. بيعملوا لهم غسيل مخ يا يوم. قومي معايا. نديم رد عليه وقال له هنروح فين؟ قصدك هتروحوا فين؟ مهمتك خلصت لحد كده يا بطل. هنروح فين يا منذر؟ بما انك عرفتي مهمة نديم معانا فانت كده فاهمة، انا لازم اقبض على الناس دي بأي تمن ومحتاج مساعدتك. هتحطيني طعم يا منذر؟ اكيد لا، بقالي كتير بخطط هعمل ايه بالظبط. ما تقلقيش، يلا هنتحرك حالا. هنا تحديدا رنت في ودني كلمة يمن، لكل حرب ضحايا. تمام يا منذر، لحظة هدخل الحمام واجي معاك. دخلت الحمام وكانت الأرضية مليانة أثار دم متجلط. دقايق ورجعت سلمت على نديم وقلت له خد بالك من نفسك يا نديم، بالمناسبة أنت مش ناقصك حاجة على فكرة، الخبرات بتختلف، وأنت خبرتك أنك خرجت من كل ده وأنت لسه بعقلك. كان واقف بيبصلي وبس، ومنذر كان واقف على باب الشقة مستنيني. لقيت فجأة نديم حضني وهمسلي. أشوف وشك بخير يا يوم. اتخضيت من حركته المفاجأة لكني حضنته أنا كمان وهمست له. أشوف وشك بخير يا نديم. سمعت صوت نحنحة منذر على الباب فمشيت. ركبنا عربية منذر. هنروح فين؟ هتعرفي لما نوصل. سكت شوية وبعدها قال لي حبيتيه؟ بصيت من الشباك وتنهدت. جايز ما بقاش في مكان لحب، بس في مكان لراحة وطمأنينة. حسيتهم معاه بس عمري ما حسيتهم معاك. بعدها فضلت سكتة وهو كمان ما نطقش. لقيته هدى سرعة العربية وبيفتح التابلو، جاب منه حاجة وما لحقتش اسأله بيعمل ايه. لقيتني مش حاسة بحاجة والدنيا بتلف بيا. كنت بفوق بالراحة وانا حاسة اني متأيدة. لا انا مش حاسة، انا فعلا متأيدة. متأيدة في كرسي حديد متثبت في الارض، وحواليا مكان واسع زي ما يكون مخزن. بصيت حواليا فلقيت بابا. بابا متأيد على كرسي قصادي ومغمى عليه. ناديت عليه كتير بس ما فقش. دقايق ولقيت باب المكان اللي احنا فيه بيتفتح، ومنذر داخل ومعاه 2 رجالة تانيين. منذر ايه اللي بيحصل هنا؟ جابوا له كرسي فقعد قصادي وقال لي عمرك كام يا يوم؟ انت بتقول ايه؟ احنا بنعمل ايه هنا؟ مسك وشي جامد وقال لي ردي عليا. دموعي نزلت وانا بقول له 26. وايه ضمانك؟ ايه اللي بيحصل هنا بالظبط يا منذر؟ انا ليه مربوطة كده؟ وبابا كمان، هو فيه ايه؟ ايه ضمانك انك 26؟ نفخت في ضيق وانا بقول له شهادة ميلادي. تتزور عادي. الحقيقة يمنى ان انت الدليل الوحيد على عمرك الحقيقي. واهلك ده لو كانوا صادقين. واحد من اللي واقفين جاب جرد المية ودلقوا على بابا. فشهق شهقة طويلة وفاق وهو بيشتم فيهم وبيزعق فيهم.
عاوزين مننا ايه تاني؟ لو اكتشفتي بقى يومنا ان اهلك دول مش هما اهلك اصلا تعملي ايه؟ بصيت ناحيته بخضه. ما تتخضيش، مش اهلك. واخت صوته وهو بيقول ما لاحظتيش الشبه اللي بينك وبين يمن؟ طب بلاش يمن، اللي بينك وبين طيف. شكلك متلخبطة، احكيلك الحكاية من الاول؟ هحكيلك. الاول كده علشان تفهمي كل حاجة، والدتك هي السبب في كل اللي انت فيه ده. والدتك الحقيقية يمن، هي اللي حطتك من سنين في الملجأ علشان الدكتور الغلبان ده يتبناكي هو ومراته وتبقي سبب تعاستهم في الحياة. بصيت لبابا وعينيا مليانة دموع، ودور وشه من ناحيتي. منذر كمل، لما يمن رفضت تساعدنا راقبناها وعرفنا تفاصيل حياتها تفصيلة تفصيلة، وعرفنا الثغرة الأكبر فيها انت يا يمن. كانت صدمة بالنسبة لي ان تكون حبيبتي السابقة هي نفسها النقطة اللي هستغلها للضغط على يمن. صدفة حلوة مش كده؟ وبعتنا لك كريم، دكتور مثقف وغني، علشان يملى عين ابوكي. بس نقول ايه، انتوا الستات صنفة ما يحبش غير اللي يديله على دماغه. وبقى كريم كارت محروق بس ينفع للضغط على والدك، فسبناه الوقت عوزة. الحكاية دي ما طولتش كتير، ويمن سابت الشغل من نفسها، بس سابته وهي تعرف كتير الحقيقة. وبدل ما نستنى علشان نخطط وننظم أفكارنا، الغبي اللي اسمه كريم ده كان شاف الرماد عندك، أخد منه وضاف عليه مواد سامة لحد ما عمل خلطة معتبرة ليمن، وكان سبب في موتها. صحيح كنا هنعمل كده عاجلا أم آجلا، بس أنا اتفاجئت بتصرفه، وأنا ما بحبش حد يفاجئني. غبي كريم، لا عرف يوقعك في حب ولا عرف يقعد في جنب من غير ما يعمل أي دوشة. حرق لنا الورقة اللي كانت ممكن تكسبنا كل حاجة، بس ده مش المهم. المهم إني كنت خايف إن يمن تكون سايبالك أي معلومات. ولما ناهد زارتك أول مرة لقيت إن خوفي في محله، وما كانش قدامي غير نديم. هو أصلا مريض نفسي وهيعرف يدخل عليكم في الجنون بتاعكم ده، وهيراقبك طول الوقت، وهو كل حاجة جوه المستشفى بتاعتنا وتحت عينينا. نقدر نتصرف جوه بس للأسف من غير دم. ما أنا نسيت أقولك، مدير المستشفى يبقى عمي ومننا وعلينا. ابتسم وكمل، أنا كنت ممكن أقتلك بس في حاجتين منعوني. الأولى إنك ممكن تكوني عرفتي حاجة وسبتيها لحد بعدك، وده هيصعب عليا مهمتي. قرب مني شوية وقال، والتانية إني في الحقيقة ما قدرتش. شكلك قمر حتى وإنتي بتعيطي. بكل تلقائية تفيت في وشه، مسح وشه بمنديل وقال، مش هزعل منك، أنا مقدر صدمتك. زعقتي فيه أنت إزاي كده؟ شش، خليني أكملك. كان لازم أقلل ثقتك في والدك وأكون أنا السدر الحنين، فكانت مامتك المسكينة هي الضحية، وخطفت باباكي كام يوم وهددته بيكي لو اتكلم. للأسف يا أمي، لكل حرب ضحايا. مسكت القضية وعملت فيها كل اللي أقدر عليه نظريا، وفي الآخر أيدتها ضد مجهول. مشوار الملجأ كان معمول كطعم علشان يزيد شكك في والدك، فتلجئيلي برضه، وده يسهل عليا كل حاجة، لدرجة إني فكرت إنك تنضمي لينا. بس على غير المتوقع في المشوار ده، أنت سألتي عن يمن، وده قلقني جدا. وبعدها مشوارك لناهد اللي قلقني أكتر، لأني كنت في المنطقة عندهم قبلها بشوية قليلين بجيب حاجات تخص نديم، وكنت خايف تكشفني. كل ده خلاني أفهم إنه مفيش مفر من قتلك يا يمن للأسف، فاخترعت حجة إنه حد يدخل المستشفى وهدفه الأساسي قتلك. وعشان الأوامر هناك بتتنفذ بالحرف، سحر وصلت لك الخبر اللي وصلها من الاستقبال، ودي كانت فرصة عظيمة علشان نديم يعرف يخرجك من المستشفى ونعرف نتصرف معاكي برا. ونديم الحقيقة عمل اللي عليه وسلمك تسليم أهالي، ما يعرفش اللي هيحصل لك ويحصل له. وحتى لو يعرف، هو كده كده هينفذ اللي يطلب منه، ما هو معمول له غسيل مخ. لعبتي بقى. وقت صوته هو بيقول لي، وزمان ناهد وطيف في الطريق، تروحوا كلكم بالسلامة لماما يمن. سمعنا صوت حركة كتير بره، فمنذر ارتاح على الكرسي وقال لي، اهو وصلوا بيهم اهم على خير. الصوت قرب جدا وكان صوت جري تقريبا،
لقيت قوات من الشرطة داخلة ومعاهم نديم. انتوا وصلتوا هنا ازاي؟ انت متراقب من فترة يا منذر باشا، ودلوقتي بيتم اقتحام جميع المخابئ الخاصة بيكم، وتم القبض على كل اعوانك ورجالتك، وما كانش فاضل غيرك راس الافعى. انتوا معكوش اي حاجة تثبتوها عليا؟ انا كنت هنا، فمهم ان كان نفسي اقولك ان مفيش معانا، بس للأسف كل اللي انت قلته حالا متسجل باذن من النيابة. ممكن نروح مشوار الاول يا نديم؟ هنروح فين؟ هنروح لمدام ناهد. اتحركنا الاول على مدام ناهد وطلعت السلم وخبطت عليها، كانت لسه في بيتها. دخلنا واول ما شافتني قالت لي كويس انك جيتي، ليكي عندي امانه، اتفضلي اقعدي. خير يا مدام ناهد؟ بص يا دكتوره يمن، انا هحكي لك من الاول. اللي في طيف بنتي مش مرض نفسي، دي روح يمن، كانت عاوزة الأمانة توصل، كانت عاوزة ترتاح، كانت بتظهر لطيف في أحلامها. وبعدين الأمر اتطور وبقت طيف بتحكي لي إنها بتطلب منها توصل رسائل. كنت بطنش لحد ما في يوم لقيت طيف بتخربش نفسها وبتشد في شعرها، كانت بتأذي نفسها فعلا، علشان كده كان لازم أتحرك. يمن جد الطيف كانت بعتتني ليكي قبل ما تموت، كانت عاوزة تشوفك، بس أنا للأسف معرفتش أوصلك. ولما ما وصلت لكيش قالت لي عن سرها الكبير، قالت لي انك بنتها وانها اضطرت تتخلى عنك وانت صغيرة. قالت لي انها كان نفسها تعرفك انك بنتها، وطلبت مني انها لو ماتت قبل ما الرسالة توصل اني اعرفك انا الحقيقة. بعد ما ماتت انا نويت اسكت علشان ما لخبط لكيش حياتك. فضلت على كده لحد ما طيف قالت لي ان يمن بتجيلها في المنام كتير وبتقول لها تقول لي اوصل الامانة لصاحبتها. ما كنتش عارفة أقولك إزاي، وبعدين لقيت إن طيف أحسن طريقة علشان أمهدلك وأسيبك تكتشفي لوحدك. أنا أسفة على التمثيلية السخيفة دي يا دكتور، بس أنا والله ما كنتش عارفة أعمل إيه غير كده. وفي حاجة كمان عاوز أقولك عليها، أنا حاسة إن يمن اتقتلت يا دكتورة يوم، وخايفة على طيف وأخوها. هنا نديم اتكلم وقال لها أنتوا فعلا لازم تسيبوا الشقة هنا، ده مفتاح الشقة اللي قصادكم، شقتي أنا وجدي، تقدروا تقعدوا فيها ومحدش هيتوقع مكانكم. اتحركوا بأقصى سرعة لو سمحت. لما نزلنا من عند مدام ناهد واحنا في الطريق للشقة، نديم سألني أنا عرفت يمن إزاي؟ قلت له إنها كانت بتزورني في أحلامي، كانت بتحاول تديني إشارات وتساعدني. لما رحنا الشقة القديمة، وقتها نديم حكالي على اللي هو كان فاكره الأول من حكايته، وده كان قبل ما منذر يعرضوا لغسيل المخ بتاعهم. الحقيقة إن نديم فضل مقتنع بالكلام ده لحد اليوم اللي طلع فيه من المستشفى علشان يجيب الرماد. الدم اللي في الحمام اللي كان سبب في توارد صور لمخه، قعد فترة يفتكر لحد ما اكتشف الحقيقة كاملة. الدكتور المعالج لجده سعيد كان واحد من ضمن عصابة منذر، ولما جده جه ياخد تسجيلات جلساته من الدكتور، أخد تسجيلات غلط، دفع بسببها حياته على إيد منذر. وأقنعوا نديم تحت تأثير جلساتهم إن جده انتحر، وإن بشكل القضية دي فهو المتهم كده بقتله، ورسموا له جوه مخه تفاصيل الحادثة كاملة، بعدها استغلوه علشان يوصلوا ليا. وبعد ما افتكر كل اللي حصل له بسببهم من أول قتل جده لحد السجن الظلم، راح بلغ عن منذر، وفعلا بدأوا يتتبعوا منذر وخطواته، ودايما كانوا على اتصال بنديم. قبل ما امشي مع منذر من شقة نديم، دخلت الحمام علشان أبعت لنديم رسالة إنه يديني جهاز التتبع أحطه في هدومي قبل ما أنزل. الجهاز اللي هو قال لي ان الضابط المشرف على القضيه مديهوله علشان اي ظرف طارئ. قلت له في الرساله كمان انه يتوجه بسرعه للاسم بعد ما ننزل من هنا انا ومنذر، علشان القوات تتحرك ورانا، وده فعلا اللي حصل. حط لي الجهاز في هدومي وهو بيحضنني، وبعد ما نزلنا انا ومنذر نزل ورانا على الاسم. وقعت انا كده في المصيده؟ خرج منذر سلاح من جيبه ووجهه ناحيه دماغه وهو بيقول طالما كده كده اعدام. بصلي وقال لي والدك الغالي بيودع، واخد جرعه هيروين انما ايه، تهد جبل. وحط السلاح على دماغه وضرب طلقه، وقع بعدها على الارض ميت،
جه نديم فكني وجريت على بابا. ناديت عليه كتير ما كانش بيرد. خدته في حضني وصرخت فيه بعلو صوتي وما ردش. بابا فارق الحياة وفارقني. سمعت صوتها جاي من بعيد بتقولي لكل حرب ضحايا. وقفت قدامي وهي بتبتسم للمرة الأخيرة وودعتني هي كمان. حتى يمن مشيت. بعد مرور أيام قضيتها في المستشفى قررت أروح بيتنا. رحت وأنا عارفة أني خسرانة كل حاجة، بس اللي ما كنتش متوقعاه أني أخسرهم هم كمان. طلعت من البيت وأنا حاسة بكم الخسارة الهائل ده، ودموع كل اللي حصل ده واقفة على طرف عيني. قررت أني أروح لنديم. نديم اللي بعد ما عرفت علاقتي بيمن وعبد الرحمن اكتشفت أنه بكده يبقى ابن عمي. القدر بيسخر مني بكل الطرق الممكنة. خبطت على باب الشقة دقايق وفتح لي. ما كنتش متوقع انك تيجي يا يوم. اترميت في حضنه وانا بقول له حتى فراشاتي ماتت يا نديم، وما بقاليش منهم غير اكوام رماد. انا ما بقاليش غيرك يا نديم. مسح على شعري وهو بيقول لي محدش بيكسب كل حاجة يا يمن. اتنهدت وانا بقول له صح، لكل حرب ضحايا.